السلام عليكم 2021، يا رب تكونوا كلكم بخير وأتم الصحة، وإن شاء الله تكونوا بتدرسوا منيح وعم تنجزوا بموادكم. معكم زميلتكم بدرين ناجي من دفعة مجتمع رابعة. إن شاء الله رح أكون معكم بشرح محاضرات مساق المقدمة في الطب وطب الأسنان بالتعاون مع زميلي محمد شناعة. زميلي محمد شرح لكم أول أربع محاضرات اللي كانوا بعنوان Professionalism والCommunication Skills، والمحاضرة الثالثة والرابعة كانوا محاضرات الميديكال تيرمينولوجي اللي هي المصطلحات الطبية. هلأ محاضرات المصطلحات الطبية برجع بأكد لكم على أهميتها، رح يضلوا معاكم طول مسيرتكم الطبية، رح يضلوا تستخدموا المصطلحات في كل مساقاتكم القادمة، ومو بس مساقاتكم القادمة، حتى هاي المحاضرات اللي هلأ بدنا نبدأ فيها ابتداء من الأناتومي وبعدين لقدام هيستولوجي فيسيولوجي، كل هاي المحاضرات بتحتاجوا أنكم تكونوا عارفين فيها المصطلحات اللي انذكرت معكم في محاضرات الميديكال تيرمينولوجي. فحاولوا أنكم تقسموهم بشكل مبسط لكم، كل يوم تدرسوا جزء وادرسوهم كويس، أنهم كتير حيفيدوكم. ابتداء من هاي المحاضرة اللي هي المحاضرة الخامسة إن شاء الله، رح نبدأ بدراسة البيسيك ساينسز والجنرال ساينسز لجسمنا ابتداء من محاضرة الأناتومي اللي هي علم التشريح. تمام، هلأ بشكل عام يمكن لو أنتوا بتعرفوا مشوار الطب أول 3 سنين البيسيك حيكونوا مقسمين ما بين تدرسوا النورمال للجسم عشان تعرفوا تميزوا لقدام الابنورمال. تمام، يعني فصلكم الجاي راح يكون كله علوم تدرسوا فيها الوضع الطبيعي للجسم، تدرسوا التشريح الطبيعي للجسم، تدرسوا كيف الوظائف تبعت الجسم تشتغل طبيعيا، عشان في سنة ثانية الفصل الاول ترجعوا تبلشوا بالاشياء الغير طبيعية. انتوا لازم تعرفوا، يعني مثلا انا بدي اعرف انه الطريق من اربد لعمان شو الطريق الصحيح له، عشان انا لو شفت حدا رايح بغير هذا الطريق اعرف انه هذا الطريق تبعه خطأ. تمام، عشان اميز الصحيح من الخاطئ لازم اكون دارس العلمين. So الاناتومي هو احد اهم المساقات اللي هو علم التشريح، اللي رح تدرسوا فيها علاقة الستركتشرز ببعضها في الجسم، تعرفوا كيف بدها تشتغل سوا وكيف مكانها مترتب في الجسم على اساس انها تؤدي وظيفتها سوية. ما بدي اتأخر عليكم، خلينا نبدأ المحاضرة. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أعطتكم هاي الدكتورة، طبعا الدكتورة أعطتكم هاي المحاضرة عفوا دكتورة نور عريقات. دكتورة نور عريقات يعني من ألطف دكاترة الكلية حرفيا، اللي أسئلتها جدا جدا بسيطة ومختصرة وبكون جوابها بكلمة وأسئلتها واضحة. فحاولوا أنكم ما تسحبوا على هاي المحاضرة أو يعني ما تضيعوا على ما تتمكنوا منها واستمتعوا فيها، لأنه فعليا عالم الأناتومي والله شيء جميل جدا، فعليا فن لو تتأملوا فيه وتدرسوا بحب. فبسم الله الرحمن الرحيم. أول إشي هي بحكي لي what is anatomy and what are its subdisciplines، شو هو علم الأناتومي وشو التخصصات الفرعية اللي بتطلع من علم الأناتومي. أول إشي علم الأناتومي هو the study of the structures in the body. تمام، دراسة مكونات الجسم، تراكيب الجسم وعلاقتها ببعضها البعض. يعني مثلا أنا عندي الجهاز الهضمي بتكون لنفرض من الفم، بعدين الفارينكس، تمام، بعدين مثلا الإيسوفيجس اللي هو المريء، بعدين تيجي الستومك اللي هي المعدة، بعدين الانتستين الأمعاء. فأنا بدي أعرف كيف هدولة بجهاز واحد بيشتغلوا مع بعضهم، لازم يكونوا مثلا على يعني كتراكيب لازم يكونوا قريبين من بعضهم، كيف مترتبين هم أماكنهم في الجسم بشكل بضمن لهم إنهم يقوموا بوظيفتهم بشكل صحيح. فأنا بدي أشوف هاي التراكيب الستركتشرز وأشوف علاقتهم ببعضهم البعض عشان يؤدوا وظيفتهم بشكل سليم. So هو the study of the structures in the body، تمام، وعلاقتهم ببعضهم البعض. This table shows the subdisciplines of anatomy. التخصصات الفرعية أو البرانشز اللي هي التفرعات اللي بتطلع من علم الأناتومي، عندي عدة تفرعات. أول إشي عندي الإمبريولوجي اللي هو علم الأجنة. تمام، هلأ إحنا كلنا في مرحلة من المراحل كنا عبارة عن خليتين اللي هم السبيرم والأيج. تمام، الحيوان المنوي والبويضة. الحيوان المنوي قام بتخصيب البويضة، صار عندي شيء اسمه fertilized egg اللي هي عملية أو اللي هي البويضة المخصبة. تمام، هلأ ابتداء من عملية التخصيب لحد نهاية الأسبوع الثامن
تمام من حياتنا في بطن أمهاتنا، هذا تطور هذا الجنين يندرج ضمن علم الإمبريولوجي. سو هو عبارة عن في الهيومنز عبارة عن the first 8 weeks of development after the egg is fertilized. بعد ما يصير للإيج fertilization من السبير ويتكون عندي fertilized egg، بتتطور 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 لحد نهاية الأسبوع الثامن. كل هذا التطور بندرسه ضمن علم الأجنة اللي هو الإمبريولوجي، تمام؟ بعدين منروح للديفلوبمنتال بيولوجي. الديفلوبمنتال بيولوجي هو الكمبليت ديفلوبمنتال هيستوري اوف ان انديفيدجوال فروم فيرتيلايزيشن تو ديث. هذا الديفلوبمنتال بيولوجي اشمل من الامبريولوجي. احنا الامبريولوجي حكينا بس لحد الاسبوع الثامن، لا الديفلوبمنتال بيولوجي بيشمل تكون او بيشمل تطورنا من بدايه من عمليه التخصيب لحد وفاتنا، تمام؟ كل التطورات اللي بتصير في اجسامنا لحد ما نموت ندرسها ضمن الديفلوبمنتال بيولوجي. ديفلوبمنتال هي عباره عن ديفلوبمنت اللي هو التطور والنمو، تمام؟ سو ديفلوبمنتال بيولوجي كل مراحل واطوار نمونا لحد وفاتنا. السيل بيولوجي، السيل بيولوجي من اسمها اللي هي بيولوجيا الخليه، اللي انتوا غالبا بتدرسوها في حاليا في البيو، بتدرسوا جزء كثير يعني كبير منها، تمام؟ لو وصلتوا تشابتر 7 بحكي بشكل اساسي عن بيولوجيا الخليه، بحكي لك عن تراكيبها، عن وظائفها، وظيفه كل عضي فيها. سو السيل بيولوجي هو عباره عن السيلولر ستراكشر اند فانكشن، بندرس هو الستدي اوف سيلولر ستراكشر اند فانكشن. بكل بساطه بندرس تركيب الخليه ووظيفتها. الهيستولوجي، الهيستولوجي راح يكون لكم محاضرة برضو فيها بالإنترو، اللي هو علم دراسة الستركتشرز والمكونات، ولكن ندرس إحنا فيها الأنسجة عن طريق المايكروسكوب، تمام؟ يعني أنا هلأ مثلا الخلية كيف بدي أقدر أشوفها؟ أنا الخلية ما بشوفها بعيني المجردة، ولكن بشوفها عن طريق المايكروسكوب. سو دراسة الأنسجة والخلايا عن طريق المايكروسكوب يندرج ضمن علم الهيستولوجي، تمام؟ بعدين بيجي عندي كمان ديسبلين أو تخصص فرعي هو السكشنال أناتومي. أنا هون بعمل بجيب الإنسان، تمام؟ ما بدي تفكروني شريرة، بس امسكوا إنسان وقطعوه، تمام؟ زي ما بتقطعوا مثلا حبة الهوت دوغ، تمام؟ امسكوها وهي مطاولة قطعوها هيك مقاطع عرضية، أو حبة جبنة مثلا، تمام؟ وخذوا مقطع منها وادرسوا كيف هي من الداخل تراكيبها، خذوا مقطع منها. سو سكشنال اناتومي نفس الاشي، انا بجيب انسان بقطعه لمقاطع، تمام؟ وبدرس الانترنال ستراكشر والريليشن شيبس اوف ذا بودي ثرو ذا يوز اوف سكشنز، باخذ مقاطع، تمام؟ هلا بورجيكم فهمكم اياها. انا اخذت هون مقطع من الجسم، تمام؟ قطعته وشفته من جوا، مثلا هون بدي ادرس اليوترس، شو علاقته مثلا باليورينري بلادر اللي هي المثانه، بدي ادرس علاقتها اليوترس اللي هو الرحم، تمام؟ مثلا هي اليوترس جاي فوق اليورينري بلادر، فانا كيف عرفت علاقه هذول التركيبين ببعض غير اني انا اخذت مقطع واخذت سكشن من الجسم حتى قدرت ادرس علاقتهم ببعض. سو انا بدرس الانترنال ستراكشرز او الاعضاء الداخليه او التراكيب الداخلية عن طريق اني اخذ مقاطع، اوكي؟ هاي السكشنال اناتومي. سو الانترنال ستراكشرز، تمام؟ اند ريليشن شيبس اوف ذا بودي ثرو ذا يوز اوف سكشنز، باخذهم على شكل مقاطع وادرس الانترنال ستراكشرز وعلاقتهم ببعضهم البعض. بعدين بيجي عندي الجروس اناتومي. الجروس اناتومي ستراكشرز ذات كان بي اكزامند وذاوت يوزينج ا مايكروسكوب. يعني احنا حكينا الهيستولوجي بدرس فيها المكونات زي الخلايا والانسجه اللي ما بقدر اشوفها بعيني المجرده، تمام؟ اما مثلا الجروس اناتومي للمعده، مثلا انا مسكت معده بقدر اشوف المعده كامله، بشوفها بعيوني المجرده وبقدر ادرس تفاصيلها الخارجيه. سو هاي بسموها جروس اناتومي، اللي هي الستركتشرز بقدر اتفحصها واشوفها بدون المايكروسكوب، بدون ما اتفرج عليها خلال المايكروسكوب، هاي بنسميها جروس اناتومي. سيستميك اناتومي structure of specific systems of the body such as the nervous or respiratory systems. يعني مثلا زي ما ذكرنا مثال قبل شوي، الجهاز الهضمي ببلش بالماوث، ببلش بالفم، بعدين الفارينكس، تمام؟ اللي هو البلعوم، بعدين الإسوفيجس اللي هو المريء، بعدين الاستومك اللي هي المعدة. سو أنا هدول بمسكهم كلهم هيك كتركيب واحد، تمام؟ كيف هم متصلين ببعض، باخد بدرس سيستم كامل، تمام؟ سو السيستميك أناتومي باخد السيستم كامل زي الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، تمام؟ وبدرس الستركتشرز تبعونهم كاملين. مثلا النيرفس سيستم بتكون من البرين اللي هو الدماغ، مع السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي، وكل الأعصاب اللي طالعة منهم ومتوزعة في الجسم، هذا عبارة عن النيرفس سيستم.
So, the structures of specific systems of the body بندرسها من خلال systemic anatomy. تمام؟ هلأ الاختصاص اللي بعده هو regional anatomy. أنا هون قسمت الجسم لregions، لمناطق. يعني مثلا إحنا لما إجينا نبلش سنة رابعة، تمام، بدنا نبلش حياة الأطباء السريرية الكلينيكال، إجوا بدنا نبلش بالجراحة، حكالنا إنه بدنا نقسم الجسم أول إشي لمناطق، وبدنا ندرس الجراحة في كل منطقة من هاي المناطق. فإجينا شو قسمنا الجسم؟ قسمناها لمناطق الرأس، بعدين الرقبة اللي هي الهيد، بعدين النك، بعدين قسمناها لمثلا التشيست أو الترنك اللي هو الجذع كامل، تمام، قسمناها للأبر لمس اللي هي الأطراف العلوية، واللور لمس اللي هي الأطراف السفلية اللي هي الأقدام. So أنا هون قسمت الجسم ل specific regions of the body such as the head or chest، زي الرأس، زي الصدر، زي البطن، الأبدومين، زي الأبر لمس اللي هي الأطراف العلوية. So أنا هون درست الأناتومي عن طريق تقسيمها كمناطق مش كسيستمز. السيستمز غير، حكينا إنه إحنا مثلا الجهاز الهضمي في الماوث، الماوث موجود بالهيد، بينما الستومك موجودة في الأبدومين في البطن، تمام. So تقسيمتهم مختلفة تماما كسيستمز، اللي هو السيستم ووظيفته كاملة مع بعضها البعض، جهاز هضمي، جهاز تنفسي، جهاز الدوراني. أما الريجنال أناتومي أنا قسمت الجسم كمناطق، مسكت الجسم أمامي، تمام، يعني مثلا هنا بدي صورة هيك للجسم، هنا قسمته لهيد، قسمته لنيك، هنا تشست الصدر، هنا الأبدومين البطن، هنا اللور لمز اللي هم الأطراف السفلية، هنا الأبر لمز اللي هي الأطراف العلوية، تمام. السيرفس أناتومي اللي هي السيرفس ماركينجز of the body to understand the relations of deep or internal anatomy through visualization and palpation gentle touch. كيف يعني surface anatomy؟ اللي هو مثلا أنا هون امسكت هون الجسم، تمام، أنا هون عندي مثلا إنسان قاعد بدي أفحصه، بدي أفحص علاقة الانترنال organs زي مثلا الليفر، الكبد، زي علاقة الاستومك، علاقة الانتستين، الأمعاء، بي أنا كيف بقدر أشوفها أو أحددها من برا. يعني مثلا في إشي إحنا بنقيسه خلال فحصنا، الفحص السريري للشخص أو للمريض، اللي هو إحنا بنفحص الليفر سبان، قدي طول الليفر أو قدي امتداد الليفر داخل داخل البطن من فوق لتحت، عشان أعرف هل هو طبيعي ولا هو متضخم أو ما إلى ذلك. فتخيلوا أنه أنا هون مثلا عندي الليفر، تمام، هيك هون مرسوم هيك الليفر، أوكي. فأنا كيف بدي أفحص؟ بعد أحسس بإيدي، أضغط هيك شوي gentle touch، تمام، أصير أضغط شوي، وبقدر مع الخبرة أصير أميز أنه أنا اللي قاعد عم بحسه هون مثلا هو الليفر، تمام، أو لأنزل لتحت شوي أعرف أنه هون نهاية الليفر. So من خلال palpation أو gentle touch بقدر أحدد علاقة internal organ اللي هو الليفر بسطح الجسم. يعني بعرف مثلا أنه هو ممتد من هنا، من هاي الجهة لهاي، لحد تحت مثلا للرايت إيليك فوسا أو ما إلى ذلك، عشان أعرف أحدد علاقته في السطح الخارجي للجسم. So بالسيرفس أناتومي أنا بدرس السيرفس ماركينج of the body to understand the relations of deep or internal anatomy اللي هي أناتومي الأعضاء الداخلية بسطح الجسم الخارجي، اللي هي بالسيرفس أناتومي، يا عن طريق الفيجواليزيشن or البالبيشن اللي هي الجنتل تاتش. ممكن يكون مثلا في إشي متضخم عامل لي ماس، تمام، يعني مثلا أنا هنا طالع لي في الجسم، طالع لي مثلا الله يعافينا ويعافيكم كتلة سرطانية طالعة هون هيك على الحوق جنب مثلا الأمبليكس اللي هي السرة جنبها، تمام، وطالعة بيني أنا لجهتي. فأنا عارف إنه التيومر هذا عبارة عن internal abnormality، تمام، هي فعليا جوا ولكن هي مبينة إلي لبرا على سطح الجسم. سو أنا هاد بدرسها بالسيرفس أناتومي، أوكي، اللي هي الأشياء الواضحة إلي على سطح الجسم وعلاقتها بالإنترنال أو الديب أناتومي اللي داخل الجسم. تمام، هلأ الراديوغرافيك أناتومي. الراديوغرافيك أناتومي اللي أنا بدرس أناتومي الجسم عن طريق الراديوغراف. كلكم في يوم من الأيام شفتوا إكس راي، حدا مثلا كسرت رجله أو إيده أو ما إلى ذلك، شفتوا كيف العظام بتبين، شفتوا مثلا كيف أي شيء هواء بيكون لونه أسود أسود أسود، مثلا باللنجز بيكون مليانة هواء، فبتكون مبينة، بيكون مبين إشي أسود، تمام. مثلا العظام بتكون عبارة عن، لأنها كتير كثيفة كتير دنس، بتكون بيضة مبينة على الإكس راي.
تمام. سو لو كان فيها كسر، فيها فراغ ما بين العظمتين، بعرف انه انا هون في عندي كسر. كيف ميزته؟ طريق radiographic anatomy. تمام. So the body structures that can be visualized with x-rays، بدرسها عن طب في ال radiographic anatomy. اخر اشي عندي ال pathological anatomy، structural changes from gross to microscopic associated with disease. يعني سواء بالجروس اناتومي او بالمايكروسكوبيك اناتومي، في عندي ضمنها الباثولوجيكال اناتومي. يعني مثلا انا بدرس خليه تحت الميكروسكوب، بعرف شو النورمال تبعها، بعرف انه شكل الخليه مثلا لازم يكون كولومينر اللي هو يعني طولي. تمام. رحت والله مسكت عينه في واحد من المرضى ولقيت انه الخليه مش طوليه، جاي الخليه مثلا مسطحه، فانا عرفت انه هون شكل الخليه غير طبيعي، صاير عندي ستراكتشرال تشينج. تمام. دليل انه انا عندي ديزيز او انا عندي مرض. سو الباثولوجيكال اناتومي بدرس فيها يا اما اشي مايكروسكوبيك اللي هي زي ما حكيت لكم خليه بشوفها تحت الميكروسكوب، او جروس زي مثلا الليفر اللي حكيت لكم قبل شوي اللي هو الكبد. حكيت لكم قبل شوي انه ممكن يكون مثلا الليفر سبان مختلفه، يعني انا نورمال لازم تكون عندي من 8 ل 12 سنتيمتر، والله لقيت الليفر سبان صارت 20 سنتيمتر، فانا بعرف انه انا هون عندي ستراكتشرال تشينج، دليل انها مرتبطه في مرض معين. باثولوجي باثولوجيكال اللي هي اللي بتدرس الامراض، الباثولوجي اللي هو علم الامراض. The period of a pregnancy is divided into two periods. فترة الحمل مقسمة ل two periods. The first one is embryonic اللي من إحنا درسنا فيها الإمبريولوجي اللي هي first 8 weeks حكينا. تمام. من حد fertilization لحد نهاية الأسبوع الثامن ندرس في الإمبريونيك period اللي هي مندرسها ضمن الإمبريولوجي. Followed by second period which starts in the 9th week اللي هي بلش في الأسبوع التاسع اللي هي فترة الفيتال أناتومي. تمام. أو فيتال إمبريولوجي ما لكم إيش فيها أو مش ذاكرتها الدكتورة، بس لما بتعرفوا أنه الفيرست 8 ويكس بندرسها ضمن الإمبريولوجي. And that's why embryology is a study of development of embryo اللي هي يعني أكيد علم الأجنة، مش معلومة جديدة، بحكي لك أنه هو علم دراسة تطور الجنين. تمام. يعني مش معلومة جديدة. So during first 8 weeks after fertilization يندرج ضمن علم الاناتومي. تمام. هاي زي اللي حكيناهم، شرحت لكم اياهم، ارجعوا اقراهم بالعربي لو بدكم. هلا بدنا ندرس الـ levels of body organization اللي هي تنظيم الجسم او مستويات الجسم. هلا اي شيء في الحياه بتكون من اجزاء صغيره، بتتركب 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 على بعض لحد ما تكون للشيء الكبير. السياره مثلا عباره عن قطع. تمام. محرك، باب، أشياء داخلية، كراسي، أشياء خارجية، أدواو مثلا، كلهم بتركبوا على بعض حتى يعملوا للسيارة الكبيرة. سو نفس الإشي الجسم ببلش من أشياء صغيرة بتنبنى وبتتركب على بعضها لحد ما يكون للجسم الكبير. أول إشي منبلش بالمستوى الكيميائي، الكيميكال ليفل. إحنا كيميائيا أو كل الأشياء في الحياة بتتكون من ذرات، ذرات اللي هي فيها بروتونز وإلكترونز وهاي الأشياء. So الأتومز أو الذرات هي the smallest of matter، أصغر إشي في المادة في كل الكون هي الذرة. Okay. So الكيميكال ليفل منبلش إحنا بأتومز. الأتومز بيجوا بتركبوا على بعض. تمام. وبعملوا لي جزيئات أو بعملوا لي إشي اسمه مولكيولز. تمام. So المولكيولز عبارة عن combined atoms. تمام. مسكت أتوم على أتوم على أتوم على أتوم وعملت أنت مولكيول أو جزيء. في أشياء أخذتوها بالبيو والأشياء اللي بتعرفوا أنه شو إحنا المولكيولز اللي منتكون منها، اللي هم الجلوكوز، الديوكسيرايبونيوكليك أسيد اللي هو DNA. DNA هو عبارة عن الجينيتك ماتيريال، المادة الوراثية اللي بتنتقل من جيل إلى جيل وبتحمل الصفات الوراثية. تمام. سو إحنا جسمنا بتكون من اللي هم الكربوهيدرات، الليبيدز، البروتينز اللي هي مثال عليها الجلوكوز أو DNA. جسمنا أصغر إشي فيه اللي هي الأتومز اللي بتكون لي هاي المولكيولز، هاي على مستوى الكيميكال ليفل. هلأ بننتقل لليفل شوي أعلى وأكبر اللي هو السيليولر ليفل، اللي هو إجوا المولكيولز قرروا أنهم يرجعوا يتجمعوا مع بعض عشان يبنوا لي الخلايا. تمام. عملوا لي combination للمولكيولز، combined molecules كونوا لي السيلز. تمام. السيلز هي البيسك structural and functional units of an organism. هاي الجملة راح تمر عليكم من هون لنهاية محاضرات المقدمة، راح تلاحظوا انه بكل محاضرة برجعوا يكرروا لكم اياها. هلأ الاتوم حكينا هي اصغر شيء في المادة، ولكن الوحدة الاساسية اللي بتقدر تقوم بوظيفة وإلها structure معين وإلها function معينة هي الخلية. تمام. يعني أنت بتقدر تحط خلية لوحدها وتشوف إنه هي فيها وظيفة جواتها أو قاعدة عم تشتغل. تمام. فيها حياة. الأتومز لا، الأتومز عبارة عن ذرة
لوحدها ما بتقدر تعمل إشي. أما السل هي أصغر جزيء أو أصغر وحدة وظيفية وبنائية في الكائنات الحية، تمام؟ زي مثلاً إيش؟ زي النيرف سيل، زي المسل سيل، زي البلد سيل، البون سيل، الأوستيوسايت. بون سيل نفس الأوستيوسايت اللي هي الخلايا، خلية العظم. خليني أفهمكم، حكينا السيلولر ليفل عبارة عن موليكيولز بتتجمع مع بعض. أخذته برضو بالبيو إنه مثلاً أنا عندي الخلية إلها ممبرين غلاف بتكون مثلاً من فوسفوليبيدز، تمام، وجواته بروتينز. هدول كلهم عبارة عن موليكيولز اتجمعوا على بعض، عملوا لي غلاف للخلية، بنوا لي برضو عضيات جوا الخلية، الميتوكوندريا، الاندوبلازميك ريتيكولم، النواة مثلاً، النيوكليوس. سو هاي الأشياء كلها مكونة من موليكيولز، فالموليكيولز إجوا اتجمعوا على بعض، كومبايند موليكيولز، عملوا لي الخلايا. عندي عدة أنواع للخلايا، عندي النيرف سيل مثلاً، الخلايا العصبية، المسل سيل اللي هي الخلايا العضلية، في منها السموث اللي هي الخلايا العضلية الملساء، الكارديك اللي هي الخلايا العضلية القلبية اللي هي ما بتكون متواجدة غير في القلب، تمام. وفي عندي الخلايا العضلية الهيكلية السكيليتال اللي هي بتكون غالبا متصلة بالبونز اللي هي العظام، بتحرك ضمن الجهاز الهيكلي، تمام. عندي البلد سيل اللي هي خلايا الدم، تمام، زي الار بي سي مثلا اللي هي خلايا الدم الحمراء، او الوايت بي سي اللي هي خلايا الدم البيضاء. برضو عندي البون سيل او الاوستيوسايت، هي طبعا كلها امثلة، اما انتم التفاصيل كلها لقدام يعني حتاخذوهم في الفصل القادم إن شاء الله، بتاخدوهم كاملين وتصنيفات الخلايا. هلأ إجوا الخلايا حكوا إنه أنا مثلاً كخلية لوحدي ما بقدرش أعمل مثلاً وظيفة كبيرة، فبدي أرجع أتجمع مع الخلايا جاراتي اللي حوالي وأعمل شيء اسمه نسيج اللي هو التيشو ليفل. وصلنا التيشو ليفل. التيشو ليفل عبارة عن كومبايند سيلز، خلايا تجمعوا مع بعضهم وعملوا لي نسيج. سيميلر سيلز عبارة عن خلايا متشابهة بالستركتشر والفونكشن، متشابهة في البناء والوظيفة، اتجمعوا مع بعض عشان يعملوا لي وظيفة موحدة، تمام، عشان واحد زائد واحد يصير أربعة، يعني خلية مع خلية، خلية لوحدها بتعطيني واحد، خلايا مع بعضهم ممكن يعطوني أربعة، يعني أربعة أضعاف هاي الوظيفة عشان إنهم يطلعوا لي وظيفة فعالة ومفيدة في الجسم. اوكي، سو هن عبارة عن خلايا متشابهة، يعني انا ما بزبط مثلا احط خلية عضلية مع خلية عصبية واحكي لهم يلا اشتغلوا مع بعض، ما بقدروا يتفاهموا مع بعض، لازم احط خلايا متشابهة. يعني مثلا نيرف سيل مع نيرف سيل بعطوني النيرفس تيشو اللي هو النسيج العصبي، مثلا مسل سيل مع مسل سيل بعطوني المسكولر تيشو اللي هو النسيج العضلي، الكونكتيف تيشو اللي هي النسيج الضام. نفس الاشي، في خلايا معينة بتكون النسيج الضام، الابيثيليال تيشو، نفس الاشي بكون عندي ابيثيليال سيلز مكونة لإله. تمام، هلأ وصلنا، حكينا أنه كوننا أنسجة من خلايا عضلية عملت لي نسيج عضلي، خلايا عصبية عملت لي نسيج عصبي. هلأ بدنا لسه نبني أشياء أكتر، بدنا نعمل organs أو بدنا نعمل اللي هم الأعضاء. جمعنا tissues مع بعض، جمعنا أنسجة مع بعض لتعمل لي organ معين. tissues that work together to perform a specific function. So أنا شو هدف إني أضل أجمع الأشياء مع بعضها، أجمع الأشياء الصغيرة مع بعضها عشان تكون بوظيفة أكبر، تكون بوظيفة أكبر لحد ما أوصل الجسم كامل اللي هو له وظائف مختلفة، وظائف متكاملة مع بعضها البعض، تحافظ على وظائفه الحيوية وحتى تحافظ على بقائه كائن حي بوظائف طبيعية. So tissues that work together to perform a specific function، بنجمعهم نعملهم combination عشان أشكل organ. And usually they have recognizable shapes، تمام، بقدروا انهم يعملوا لي شيب معين اللي هو الاورجن المعين، تمام. مثلا عندي المعده الاستومك، its function break down the food into small molecules. الاستومك بدنا نتخيل انها اشي زي خلاط، هي عباره عن كيس، تمام، بفوت فيه الطعام، بتسكر من فوق وبتسكر من تحت بسفنكترز او صمامات، تمام، بتصير زي الكيس المغلق وبتصير هيك تعصر، تشد على الاشياء اللي جواتها، تعصر فيهم، تخلطهم عشان تكسرهم، it break down of the food into small molecules and pushing المفروض هون بالبي، pushing it to the small intestine. بعدين بتدفع فيهم، بفتح الصمام اللي لتحت، بوصل بينها ما بين الدوودنم او السمول انتستين اللي هو الثاني عشر بنسميه، بوصل ما بينهم، بفتح هذا الصمام وبسمح للاكل انه يطلع من المعدة للامعاء الدقيقة.
تشو فورمينج ذا ستمك، في عندي اكثر من تشو بكونوا الاورجن الواحد، يعني مثلا الاورجن الواحد ما بكونوا تشو وحده، في عندي اكثر من تشو بيكون يكونوا، مثلا في عندي عده طبقات بيكون للاورجن، كل طبقه ممكن تكون مثلا تشو معين، مثلا اللي هو الطبقه الداخليه للمعده بتتكون من ابيثيليال تشو، تمام، في عندي طبقه سموث مسل تشو، بعدين في عندي طبقه ابيثيليال مع كونكتيف اللي هي السيروزا او اللي بتكون هي اكثر طبقه خارجيه. غالبا انه الدكتوره ما رح تسالكم انه شو الطبقات وهيك، بس اعرفوا انه الاورجان بيكون متكون من اكثر من تشو مع بعضهم البعض، ومو شرط يكونوا سيميلر تيشوز، تمام. هلا الاورجانز بتجمعوا مع بعض، زي مثلا الاستومك اللي هي المعده بتتجمع مع السمول انتستين اللي هي الامعاء، بتتجمع مع اللي قبلها اللي هو الاسوفيجس المريء، وعده اعضاء اخرى بتكون لنا الجهاز الهضمي اللي هو السيستم، تمام. سو السيستم هو عباره عن كومبايند اورجانز، هون دي كومبايند اورجانز، اوكي. So they are organs that work together to perform a specific function. أنا وظيفة الجهاز الهضمي هضم الطعام وامتصاصه. So كل هاي الأعضاء من معدة، من أمعاء، من المريء، من حتى الفم والأسنان، كلها بتتكامل مع بعض وظائفها حتى تقوم لي بوظيفة هضم الطعام وامتصاصه. So the digestive system، هاي نفس المثال اللي أعطيتكم إياها، اللي هو الماوث بيشتغل مع السليفري جلانز اللي هي الخلايا الغدد اللعابية، مع البلعوم اللي هو الفارينكس، مع الإسوفيجس اللي هو المريء، مع الاستومك اللي هي المعدة، مع السمول انتستين اللي هي الأمعاء الدقيقة، مع اللارج انتستين اللي هي الأمعاء الغليظة، مع الأنس اللي هي فتحة الشرج من الأسفل حتى تشيل او حتى تخرج الفضلات اللي متبقيه من الطعام اللي ما بنحتاجها، اوكي. كلهم بيتكاملوا مع بعض بوظيفتهم حتى يقوموا بوظيفه الجهاز الهضمي كاملا. Note an organ could be in more than one system، يعني كل في عندي organs بيكونوا في اكثر من system، يعني بيشتغل في اكثر من system مع بعض، زي مثلا الpharynx ممكن نعتبره ضمن ال digestive system، pharynx اللي هو البلعوم ممكن نعتبره ضمن ال digestive system اللي هو الجهاز الهضمي، ممكن نعتبره ضمن ال respiratory system اللي هو الجهاز التنفسي. So ال organ الواحد ممكن يكون متواجد في اكثر من system او بيكون بوظيفة في اكثر من system. ال organismal level اللي هو الأورجانيزم، أنا تكون عندي هنا هو largest level، خلص أنا هون عندي systems اللي متكونة من organs تشكلوا مع بعض، جهاز هضمي على تنفسي على دوراني على عصبي، كلهم شكلوا لي الجسم كاملا أو الكائن الحي كاملا. All of the previous parts working together حتى يعملوا لي الوظائف الحيوية للإنسان. هون هي موضحين بالصور، بلشنا بالأتومز كونوا لي خلايا، كونوا لي مولكيولز، المولكيولز كونوا لي خلايا، خلايا كونت لي أنسجة، الأنسجة مع بعضها عملت لي أورجانز أو أعضاء، الأعضاء مع بعضها عملت لي سيستمز، أجهزة جسم، بعدين الأجهزة مع بعضها عملت لي الكائن، الجسم الكائن الحي كاملة. هلأ البادي سيستمز، رح نحكي عن أجهزة الجسم المختلفة ومكوناتها. We have in our bodies 11 different systems، عندي 11 جهاز عندي في الجسم، تمام؟ هني نبلش واحد في نبلش فيهم واحد واحد. أول واحد هو الانتيجومنتري سيستم. الانتيجومنتري سيستم اللي هو بالعربي ممكن نحكي له الجهاز الغلافي، اللي هو اللي بيغلف الجسم من برا، الطبقة الخارجية للجسم، غالبا بتكون أو في معظمها بتكون سكن. إحنا جسمنا معظمه شو السطح تبعه عبارة عن جلد سكن مع associated structures. شو الassociated structures الموجودة على السكن؟ ممكن تكون هير اللي هي الشعر، ممكن تكون نيلز الأظافر، ممكن عندي glands زي الأويل glands السبيشس glands. لو تلاحظوا إنه إحنا جسمنا ما بيكون ناشف تماما، فيه شوية رطوبة، هذا من الأويل اللي بتفرزه أو زي زيت، بتكون مادة دهنية أو مادة زيتية بتفرزها السبيشس glands، تمام. وفي عندي سويت الجلانز اللي هي الغدد العرقية، تمام. So the skin مع the associated structures بيعملوا لي الجهاز الغلافي اللي بيغلف الجسم وسطحه. The skeletal system اللي هو الجهاز الهيكلي اللي هو بتكون من البونز، البونز مع بعض بنسميه skeletal system، الجهاز الهيكلي. Consist of bones، البونز كيف بيرتبطوا مع بعض بالمفاصل اللي هي الجوينتس، وفي معهم associated cartilages اللي هم الغضاريف، تمام. So الغضاريف مع المفاصل مع البونز بيعملوا لي الجهاز الهيكلي اللي هو السكيليتال سيستم او الجهاز العظمي ممكن نحكي له. البونز articulate with each other by joints. So العظمة مع عظمة عن طريق الجوينتس، تمام. في صورة هون
هيها هون انا كنت حاطه لكم اياه عشان اورجيكم الساينوفيا الكافيتي رح نحكي عنه لقدام، بس هاي عباره عن بون. تمام، هاي عباره برضو عن بون. في عندي هون غضروف على البون حتى ما يصير احتكاك ما بين التو بونز لانهم كتير خشنات. هون عندي ايش؟ عندي هذا كارتلج وهذا كارتلج بيغطوا كل بون عشان هاي الجوينتس اللي هي كامل اللي هو هذا المفصل، هاد بون هاد كارتلج. سو تقريبا كل جسمي انا بتكون من بونز ما بينهم جوينتس وعليهم كارتلجز، ممكن كارتلجز باماكن ثانيه زي الانف مثلا. هلا الانف احنا من قدام بتشوفوا انه الانف طري، ضلوا امشوا شوي فيه لفوق بصير فجأة يابس كتير، بصير عندي عظم. سو الأنف هو أكتر مكان بتقدر تميزوا فيه ما بين البون والكارتليج. شوفوا الكارتليج كيف بيكون مرن فليكسبل، تمام، أما البون بيكون كتير هارد ما بتقدر تحركه، كتير يابس. تمام، سو البون مع الكارتليجز مع الجوينتس بيكونوا لي السكيليتال سيستم. شو وظيفتهم؟ supporting protecting and moving the body. supporting بتعطي دعامة للجسم. احنا بدون العظام، بدون ما يكون في اشي صلب قاعد عم بدعم جسمنا، بنكون كائنات رخوة زي الحلزون. الحلزون ما عندوش عظم، شفتوا كيف هو عبارة عن كائن رخو طري ما في اشي بدعمه. تمام، protecting برضو مثلا القفص الصدري عبارة عن عظام، تمام، او هي اضلاع عظمية بتحمي ما خلفها من الرئة، بتحمي القلب. تمام، سو وظيفتها برضو الحماية. برضو moving the body، لولا انا الجوينت هاي المفاصل والبونز اللي بتتحرك اللي بتتحرك ما بقدر جسمي انه يتحرك. تمام، هلا الجهاز اللي بعده هو المسكولر سيستم اللي هو الجهاز العضلي. بشكل عام الجهاز العضلي او يعني بشكل اساسي بتكون من السكليتال مسلز. تمام، هلا هو المسكولر سيستم عباره عن مسلز. those muscles could be composed of skeletal muscle tissue. why skeletal? because their usual attachment to bones. لانه الخلق العضلات اللي متصله بالبونز وبتساعد البونز انهم يتحركوا هم عبارة عن الخلايا العضلات الهيكلية، عفوا سو العضلات الهيكلية مرتبطة في البونز بتساعد بالحركة، هي بتعمل لي الماسكولر سيستم. سو الماسكولر سيستم helps in the movement of the body and maintaining its pose. تمام، اللي بيمسك العظمات مثلا بالشكل اللي هم عليه هم المسلز. سو بيحافظوا على ال maintaining its pose، على شكلهم، على الأماكن اللي هم فيها، وبتساعد على تحريكهم. الكارديوفاسكولار سيستم، هلا المفروض انكم انتوا دارسين محاضرات التيرمز وعارفين انه كارديو معناها قلب، فاسكولار معناها فيسلز اللي هي الأوعية الدموية. سو كارديو مع فاسكولار بيصير اللي هو الجهاز الدوراني اللي هو بتكون من القلب والأوعية الدموية. هذا الجهاز أبسط وصف له انه هو عبارة عن مضخة، تمام، مضخة وأنابيب وسائل بيمشي جوا هاي الأنابيب. المضخة وظيفتها أنها تمسك السائل وتضخه جوا الأنابيب. شو المضخة عندي اللي هي الهارت، تمام، شو الأنابيب اللي هي البلد فيسلز اللي هي الأوعية الدموية، وشو السائل الموجود اللي هو البلد اللي هو الدم. سو الكارديوفاسكولار سيستم بتكون من الهارت، المضخة، البلد فيسلز اللي هي الأنابيب أو البايبس أو الأوعية، والبلد سيلز اللي بتشكل لي البلد اللي هو السائل اللي بيمشي داخل هذه الأنابيب. Arteries carry blood away from the heart. So احفظوها A with A. تمام، Arteries away. Arteries away from the heart. While veins carry them towards the heart. الـ veins أو الأوردة بترجع الـ blood من أجزاء الجسم المختلفة للهارت، أما الـ arteries بتحمل الدم اللي بيكون مؤكسج حامل الأكسجين بتحمله من الهارت away from the heart وبتوديه لوين؟ لأجزاء الجسم المختلفة. شو وظيفة الكارديوفاسكولار سيستم؟ ليش بدنا نضخ هذا الدم احنا؟ عشان ننقل الغازز والنيوترينتس، ننقل الاكسجين مثلا، ننقل الغذاء، وعشان نقدر ناخذ الويست برودكتس اللي هي المخلفات والنفايات والسي او 2 ناخذها من الجسم ونقدر انه نكبها برا الجسم. الليمفاتيك سيستم، الليمفاتيك سيستم اللي هو الجهاز الليمفاوي بتكون برضه من ليمفاتيك فلويد بشكل اساسي، عباره عن برضه هو عباره عن انابيب بيمشي فيها سائل. السائل هو الليمفاتيك فلويد اللي هو السائل الليمفاوي، عباره عن كلير فلويد. كلير يعني انت لو تشوفه بتشوفه صافي مش معكر، تمام، كلير فلويد باسز ان ليمفاتيك فيسلز اللي هي الانابيب. في عندي برضه ليمفاتيك اورجانس اللي هي زي محطات بتصب فيها هاي الانابيب او بنحتاجها بتمر فيها هاي الانابيب، يعني القطار ما بقدر يضل ماشي من منطقه لمنطقه كتير بعيده ويضل يلف بدون ما يكون في له
محطات يستريح فيها. So lymphatic organs أو الأعضاء الليمفاوية هي اللي بتستريح فيها lymphatic vessels، بتمر فيها lymphatic vessels وبيفوت على فيها السائل، زي مثلا spleen اللي هو الطحال، تمام. في عندي lymph nodes اللي هي العقد الليمفاوية، عندي thymus اللي هي الغدة الزعترية، وعندي tonsils اللي هم اللوزتين، تمام. مش دائما بنحكي إحنا مثلا نزلت لوزي، شو اللوز؟ هي عبارة عن أحد أعضاء الجهاز الليمفاوي. So عندي أعضاء ليمفاوية اللي هي السبلين، الليمف نود، الثايمس، التونسلز، بيطلع منهم ليمفاتيك فيسلز اللي بيدوروا بالجسم، حاملين جواتهم الليمفاتيك فلويد اللي حكينا هو عبارة عن كلير فلويد. The spleen and the thymus، هذول الأعضاء الليمفاوية السبلين والثايمس تحديدا، هم عبارة عن الأماكن اللي بيتم فيهم نمو ونضوج الخلايا الليمفاوية، الليمفاتيك سيلز. أخذتوا جزء كتير منيح منهم بالأحياء تبعت التوجيه، عندكم فكرة عنهم إنه الليمفاتيك سيلز لهم وظيفة جدا مهمة في المناعة، في الإميونيتي، تمام. سواء الليمفاتيك سيلز لهم وظيفة مهمة في المناعة، وين بتم نموهم ونضوجهم وانقسامهم؟ بتم في السبلين اللي هو الطحال، والثايمس اللي هي الغدة الزعترية. بعدين عندي الجهاز اللي هو الجهاز العصبي، النيرفس سيستم. بتكون النيرفس سيستم الجهاز العصبي بتكون من الدماغ، من النخاع الشوكي السباينال كورد، مع النيرفز اللي بيطلعوا منهم. So there are cranial and spinal nerves. الكرانيال اللي هم بيطلعوا من جذع الدماغ، تمام، البرين ستم، بنسميهم cranial nerves. spinal nerves اللي هم النيرفز اللي بيطلعوا من spinal cord اللي هو النخاع الشوكي. وفي برضو عندي nervous tissue and special senses and special sense organs زي الايز والايرز. الايز والايرز والنوز مثلا، في عندي هناك nervous tissue خاص فيهم، بيستقبل، قادر ياخذ الاحساس، تمام، اللي هم الحواس تبعونا. في عندهم نيرفس تيشو خاص فيهم حتى يعني يكون بوظيفه هذه الحواس ويوصلها للبرين والسبينال كورد. سو النيرفس سيستم بتكون من الدماغ والحبل الشوكي او النخاع الشوكي اللي هو السبينال كورد، ما عندي نيرف زي الكرانيال نيرفز والسبينال نيرفز، وعندي النيرفس تيشو الموجود في السبيشال سنسز، تمام، زي الايز والايرز. الاندوكراين سيستم اللي هو الجهاز الغدد الصماء، تمام. It consists of ductless glands. في عندي أنا إشي اسمه endocrine، في عندي إشي اسمه exocrine. Exocrine بيكون عندي أنا غدد بتطلع إفرازاتها في ducts، في أنابيب، في قنوات، تمام. هاي ما إلي فيها، ما إلها جهاز خاص، هي عبارة عن exocrine glands، موجودة كorgans هيك ثانويين ضمن أجهزة الجسم. ولكن في أنا عندي جهاز متخصص في الجسم اسمه endocrine glands، بتكون من غدد أساسية في الجسم جدا مهمة، وأخذتوا فكرة عنها برضو بإحياء التوجيهي، زي غدة تحت المهاد والغدة الصنوبرية وما إلى ذلك. هذول بفرزوا الهورمونز تبعونهم، بفرزوا هورمونز هرمونات في ما بفرزوها في ducts، ما بفرزوها في أنابيب، ما بفرزوها في قنوات، إنما بفرزوها في الدم مباشرة، تمام. So the endocrine system consists of ductless glands secrete hormones، تمام، بتفرز لي هرمونات بتروح على targeted organs receptor. لنعتبر الهرمون زي مسج، المسج بيروح على أورجن معين أو عضو معين، بيرتبط بمستقبل خاص هناك عشان يوصل الرسالة. Their secretions are released to the blood، تمام، released to the blood، مش في قنوات، بتروح على البلد مباشرة، البلد بيحملها وبيوديها على الأورجن المعين. بتتكون من البيتويتري جلاند، البينيال جلاند، الثايرويد اللي هي الغدة الدرقية موجودة في النك، وعلى البوستيريور سيرفيس للثايرويد للغدة الدرقية عندي الفور باراثايرويد اللي هي الغدد جارات الدرقية، هيك أربع غدد زغنوطات صغار موجودات على البوستيريور. البوستيريور اللي هو خلفي، على السطح الخلفي للثايرويد جلاند عندي الفور باراثايرويد جلاند. عندي برضو الثايمس بالثوراسيك كافيتي جاي، تمام. الثايمس اللي هي الغدة الزعترية، الغدة الزعترية حكينا هي أحد أجزاء الليمفاتيك سيستم، احد الاورجنز الليمفاتيك اورجنز، تمام. الغده الزعتريه موجوده في السوبيريور ميدياستاينم، كمان شوي رح احكي لكم شيء عن الميدياستاينم فما تخافوا منها. عندي برضو الادرينال جلاندز اللي هي الغده الكظريه او الغدد الكظريه، موجوده وين؟ موجوده فوق الكدني، قاعده على الكدني من فوق، تمام. and finally there are glands او gonads glands اللي هم الغدد الموجوده ضمن
الأعضاء التناسلية في كل من الذكر والأنثى. في الأنثى بيكونوا عبارة عن المبايض اللي هم الأوفريز، تمام، والتستس اللي هم الخصيتين اللي هم في الذكر. هلا وصلنا للريسبيراتوري سيستم. الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، بتكون من الرئتين. اول شيء بخطر لنا للجهاز التنفسي هم الرئتين، وعندي برضو اير باسج ويز، اي شيء بيوصل الهواء لحد الرئتين اللي هو الطريق اللي بيوصل الهواء من الجو الخارجي لحد الرئتين اللي هم الاير باسج ويز، اللي هو بتبلش بالنوز. ناسين النوز هنا، عندي النوز، بعدين الفارينكس اللي هو اللي حكينا البلعوم، الجزء المشترك ما بين الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم، وعندي برضو اللارينكس اللي هو الحنجره، بعدين التراكيا اللي هي القصب الهوائيه، بعدين برونكاي وبرونكيولز اللي هي تفرعات من القصب الهوائيه. فانكشن، شو وظيفه الجهاز التنفسي؟ اللي هي الغاز اكستشينج، تنفسي، قاعد عم بصير عندي عملية تنفس، تبادل غازات، سو وظيفتها غاز اكستشينج. هلا عندي digestive system. digestive system اللي هو الجهاز الهضمي. it consists of organs of the gastrointestinal tract، كل القناة الهضمية الـ organs اللي فيها بيكونة لـ digestive system. هلا لنعتبر ان الـ digestive system هو عبارة عن انبوب طويل، لنعتبر انه الجهاز الهضمي هو عبارة عن انبوب طويل ببلش من الفم، تمام، وبضل ماشي 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 لحد ما يوصل فتحة الشر. هلأ خلال هذا الانبوب بأخذ عدة اشكال، مثلا بالبداية بيكون هو الماوث، تمام، بعدين الفارينكس اللي هو البلعوم، بعدين الإيزوفيجس اللي هو المريء، بعدين الاستومك اللي هي المعدة، بعدين بمشي في السمول واللارج انتستين هي الأمعاء الدقيقة والغليظة، وآخر إشي بخرج عن طريق فتحة الشرج. سو هاي هي الجاسترو انتستينال اتراكت، هي القناة الهضمية المكونة للدايجستيف سيستم، وفي حواليها اكسسوري اورجانز، هيك زي اورجانز او اعضاء ملحقة في الجهاز الهضمي اللي هم بيكونوا يساعدوا في وظيفة الجهاز الهضمي، زي مثلا السليفري جلاند، زي البانكرياس، زي الليفر، زي الجول بلدر، تمام. هلا بحكي لكم وظيفة كل واحد منهم عشان تاخدوا فكرة أعمق. سو أنا عندي الجاسترو انتستينال تراكت هو الأنبوب، تمام، اللي ماشي هيك أنبوب، تمام، وفي عندي حواليه أعضاء accessory organs أو أعضاء ملحقة، تمام، بتساعد في وظيفة الجهاز الهضمي. لنفرض أنه أنا عندي مثلا salivary glands. salivary glands بتفرز من اسمها السلايفة، اللي هي الغدد اللعابية، بتعطيني اللعاب. اللعاب بيساعد مثلا أنه يرطب الأكل، يساعد أنه يذوب الأكل، تمام. سو برضو عندي كمان البانكرياس، لنفترض أنه هون عندي البانكرياس، بيطلع لي برضو excretions، بيطلع لي enzymes أو بيطلع لي انزيمات بتساعد على هضم الطعام. الليفر نفس الإشي، بتصنع لي مثلا البايل أو مش عارفة هو السائل نفسه الصفراوي كأنه اللي هو البايل. برضو الجول بلدر بتخزن هذا البايل وبتطلقه وقت الحاجة. سو هذول كلهم بيصبوا إفرازاتهم في الجاسترو انتستينال تراكت أو في القناة الهضمية عشان يساهموا في الوظيفة الرئيسية للجهاز الهضمي اللي هي digestion and breakdown of the food so the body can absorb the nutrients and get rid of hard waste. تمام، وظيفة الجهاز الهضمي انه يعمل على هضم الطعام وتكسيره عشان يكون قادر الجسم انه يمتص النيوترينز او المواد الغذائية الموجودة فيه. وبرضه من الانس اخر اشي او من فتحة الشرج بيطلع الهارد ويست اللي هي الفضلات اللي احنا ما بنحتاجها. اليورينري سيستم هو الجهاز البولي، consist of two kidneys اللي هم الكليتين مع two ureters اللي هم الحالبين اللي هو الانبوب اللي بيطلع من كل كلية، بعدين بيصبوا في اليورينري بلدر، تمام، يورينري بلدر اللي هي المثانة زي كيس، بيصبوا في الحالبين او التو يوريترز، اخر اشي في بيطلع برضو انبوب من اليورينري بلدر اللي هو اليوريثرا، بيصب البول لخارج الجسم. function in acid base balance as well as get rid of some waste اللي بيحافظ على تراكيز المواد الحمضية والقاعدية، وبيحافظ لي على pH ثابتة في الجسم، اللي هي احنا حكينا او ما بعرف عندكم هاي المعلومة، المفروض بتوقع من كيمياء التوجيهي انا بتذكرها، انه pH تبعت الجسم ما بين 7.3 الى 7.4. سو واحد من الاجهزة اللي بتساهم بالحفاظ على التوازن الحمضي القاعدي في الجسم هو الجهاز البولي. برضو عندي وظيفة له انه هو بتخلص من بعض الفضلات عن طريق انه بيطلع liquid waste، تمام، يعني بيطلع عندي سائل، هو مش زي الانس حكينا بيطلع hard waste،
تمام. Reproductive system اللي هو الجهاز التناسلي, consist of gonads اللي هم الأعضاء التناسلية اللي هم المبايض في الفيميلز, الأوفريز في الفيميلز أو التستس في الميلز اللي هم الخصيتين. في عندي برضو في Reproductive system أشياء مساعدة للجونادز, تمام, accessory organs مثلا بالميلز بنلاقي إلى جانب التستس بنلاقي شيء اسمه epididymis, الدكتس أو vas deferens, بنلاقي البروستيت مثلا غدة البروستيت, بنلاقي السيمينال فيسيكلز, بنلاقي البينس. بالفيميلز بنلاقي إلى جانب الأوفريز بنلاقي اليوتيراين تيوبس, الفالوبيان تيوبس اللي هم أنابيب فالوبيان, تمام, أو فالو بسموهم, مش عارفة بالعربي ناسي كيف درسناهم. المهم اللي هم اليوتيراين تيوبس اللي هن بيوصلوا ما بين الأوفريز مع اليوترس اللي هو الرحم, تمام. سو بيكون أنا عندي هنا الأوفريز على كل جهة, بيكون هون عندي اليوترس, تمام. هاي الأنابيب بتوصل ما بين الأوفريز واليوترس, تمام. سو هاي عندي الأوفريز, هاي عندي الفالوبيان تيوبس, هاي عندي اليوترس, وآخر شيء عندي الفجاينا اللي هو الفتحة اللي بتوصل ما بين اليوترس وخارج الجسم. أوكي, هلأ الريجنال نيمز. احنا قبل شوي حكينا عن شيء اسمه الريجنال اناتومي, انا قسمت فيها الجسم, قسمت فيها جسم الانسان لمناطق, مثلا الراس, الرقبه اللي هي النيك, الترانك اللي هو الجذع, مقسم الى تشست صدر وابدومن بطن, عندي الابر لامبس, عندي اللور لامبس, تمام. سو الهيومن بودي از ديفايدد انتو سيفيرال ميجر ريجنز, الهيد, النيك, الترانك, الابر لامبس اند لور لامبس. اوكي, هاي دائما احفظوها, تقسيم الريجنز في الجسم بلشوها من فوق, هيد, نيك, الترنك, ومتصل في الترنك الجذع ايش, الابر لمس واللور لمس. اوكي, in anatomy there are terms that are used to relate to each part, يعني اي اشي متعلق للهيد بدي اوصف, مثلا انه البرين هو عبارة عن عضو موجود في الرأس, تمام, فانا بحكي انه البرين هو عبارة عن cranial organ, تمام. يعني هلأ بورجيكم انه الهيد إلو مصطلح سيفاليك أو كرينيال, تمام. سو أي شيء له علاقة في الهيد بسميه سيفاليك. أو مثلا بنحكي إنه إشي بدي أوصف مثلا البونز الموجودين في الرأس, بحكي إنه هذول عبارة عن سيفاليك بونز أو عبارة عن كرينيال بونز, تمام. في سو كلمة تانية غير السيفاليك اللي هي كرينيال, سي آر أي أن أي أي أل, هاي كرينيال, هاي السي طالع شوي غبية. اوكي, anyways, الهيد سيفاليك, اي اشي له علاقة في الهيد بنحكي عنه سيفاليك. الاي, اي اشي له علاقة بالاي بنحكي عنه اوربيتال اور اوكيولر, تمام. انتو كيف تتخيلوا الاي عبارة عن عين وعين, تمام. هاي الاو عبارة عن اوربيتال وهاي عبارة عن اوكيولر, سو هدول التنتين لهم علاقة بالايز. اوكي, سو الايز هم عبارة عن هاي عين وهاي عين, عبارة عن او و او, تمام, هي اوربيتال اوكيولر. النوز نيزل, ما هي مش رح تخربطوا فيها, يعني ما كتير متشابهة. التشيك بكل, تخيلوا انه هون عندي هذا السي والسي, طلع خد على هاي الجهة وخد على هاي الجهة, سو التشيك بكل. اوكي, when you want to refer to the arm, اي اشي مثلا له علاقة هون بالارم, بدي احكي مثلا البونز اللي في هاي الار, بحكي عنهم بريكيال بونز, تمام. البونز الموجودين في هاي المنطقة في الذراع بحكي عنهم بريكيال بونز, بريكيال, اوكي, لهم علاقة في الذراع. الفور ارم اللي هو هون هاي المنطقة هي الفور ارم بنحكي لها, سو زي ما كانت عندي ارم بريكيال, فور ارم انتي بريكيال, تمام. الانتيريور اوف ذا البو, انتيريور اللي هو الجزء الامامي من الالبو, الالبو اللي هو الكوع, تمام, تخيل انت هون عندك الكوع, تمام. الانتيريور اسبكت منه, الجزء الامامي منه لهاي الجهه اللي احنا هينا هون شايفينه بنسميه انتي كيوبيتال, تمام. بينما الجزء الخلفي منه, الجزء البوستيريور اوف ذا البو اللي هو هيو احنا هاي من الخلف قاعدين عم نشوف الكوع من ورا, بنسميه ايش, اوليكرينال, تمام. اي اشي له علاقة بالجزئية هاي بنحكي له اوليكرينال, مثلا نير بمر بهاي المنطقة بنحكي عنه اوليكرينال نير, اوكي, او مثلا ارتيري بمر بهاي المنطقة, مثلا النيرف بمر بهاي المنطقة بنحكي انه نيرف انتي كيوبيتال نيرف, تمام. في عندي برضو
الثاي اللي هي الفخذ، أي شيء له علاقة بالفخذ بنحكي له فيمورال. مثلا النيرف اللي بيمر هون بنحكي له فيمورال نيرف، اللي هو الـ الـ العصب اللي بمر بالفخذ بنحكي له فيمورال نيرف. تمام، اف وذ فخذ. تمام، سو اف فيمورال فخذ. تمام، غريبة برضو الكتابة بس تذكروها، اف وذ اف. anterior of the knee هي patellar. تمام، الباتيلر ني هيها الركبة. تمام، من قدام اللي هي الباتيلر بيكون عليها الباتيلا بون او عظمة اسمها الباتيلا. سو الني هي عبارة عن باتيلر، اي شيء له علاقة في الني او الانتيرير اوف ذا ني، الجزء الامامي من الركبة بنحكي له باتيلر. ديبريشن بيهايند ذا ني اللي هي بوبليتيال. ديبريشن اللي هو شيء هيك فايت لجوا، تمام، يعني زي تجويف لجوا فايت من السطح. بوب popliteal. تمام، pop اللي هي تخيل انت زي كأنك عم تضغط هيك ضغطة للداخل. so depression behind the knee joint بنحكي لها popliteal. اخر اشي leg region بنحكي لها crural. هاي leg region، هاي leg، اوكي بنحكي لها crural. هلا غالبا الدكتورة ما رح تسألكم، بس انا حاولت اني احفظكم اياهم قدر الامكان، تمام، عشان رح يفيدوكم انتو مش فقط في الامتحان، رح يفيدوكم انتو انكم تضلوا حاطينهم لقدام. تمام، هلا بنروح لإشي اسمه الاناتوميكال بوزيشن. انا لما اجي ادرس الاعضاء، لما اجي بدي ادرس علاقه الاعضاء في بعضها، انا بدي احط جلسه محدده او وضعيه محدده للجسم عشان تكون ثابته ستاندرد لكل حدا جاي. يعني انا مثلا هون في الاردن بدرس جسم الانسان، في امريكا اي حدا بده يدرس جسم الانسان بده يحط نفس الوضعيه للجسم، اي حدا في اوكرانيا بده يدرس جسم الانسان بده يحط نفس الوضعيه للجسم. في اي منطقه في العالم بدنا نحط ستاندرد، شيء اساسي عشان العلم ينبنى عليه. سو الاناتوميكال بوزيشن هي وضعيه الاناتومي او وضعيه التشريح اللي بنحط فيها الجسم عشان نعرف نحدد اعضاء الجسم بطريقه ثابته. تمام، يعني انا مثلا بدي احكي انه الراس فوق الجذع، اوكي، هاي مثلا انا حاطه الوضعيه انه الواحد يكون واقف، تمام، وواقف على اقدامه، يعني مثلا مش زي القرد متشقلب وراسه لتحت وهيك. يمكن حدا في امريكا خطر له انه انا بدي ادرس جسم الانسان والواحد ثابت على اقدامه، فبروح احكي انه لا، يعني بيجي واحد يناقشني بامريكا انه الراس تحت الترنك جاي، يعني هيك تخيلوا انه هذا مقلوب، هذا الجسم مقلوب. فانا بدي احط اشي ستاندرد عشان ادرس في كل المناطق في كل العالم اشي ثابت. فشو اعتمدوا العلماء الاناتوميكال بوزيشن او الوضعيه للجسم الاناتومي، وضعيه التشريح الاساسيه؟ الانديفيدوال يكون ستاندز ابرايت، يكون واقف على اقدامه منتصب، تمام، وذ فيت بينج بارالل، يكون الاقدام هيهم الاجرين يكونوا موازيين لبعضهم البعض، ما تكون هيك القدم يعني رايحه هيك مثلا او لافه لبرا او مثلا لافه لجوا يكونوا مثلا معاكسات لبعضهم، لا يكونوا متوازيات هيك موازيات لبعضهم البعض، ويكونوا فلات على الفلور، ما يكون الشخص واقف على اطراف اصابعه، لا يكون القدم فلات على الفلور، ويكون الهيد از ليفل اند ايز فيس دايركتلي فورورد. الهيد هيو بتطلع لقدام، ما يكون نازل ولا يكون رافع لفوق، والايز فيس دايركتلي فورورد، وتطلع العيون تطلع عليك للامام، ما بتطلع لفوق ولا لتحت. الابر لمس يكونوا على السايدز، يعني ما يكون مثلا رافع ايديه، لا بيكونوا هيهم نازلين على الجوانب، ويكونوا البالمز اللي هي راحة اليد تكون مواجهة للناظر. انا كناظر هيني بتطلع على الجسم من الامام، لازم تكون راحة اليدين هيها لجهتي، اوكي، يكونوا البالمز فورورد، ويكونوا الفيت بارالل وفلات على الفلور، هاي اللي حكينا عنهم، يكونوا فلات مسطحين على الارض وبارالل تو ايتش اذر، يكونوا موازيات لبعضهم البعض. سو هاي هي الاناتوميكال بوزيشن. تمام، البالمز يكونوا مواجهين الي، يكون كل اشي نورمال مستقيم واقفه، الرجلين فلات على الارض وما الى ذلك. الاناتوميكال بوزيشن فيري امبورتنت because it's the reference point from which structures are described. انا كعالمه من الاردن اجيت بدي ادرس معالم من امريكا، بدنا نحط العلاقه للستركتشرز هدول، لازم يكون في عندي reference point او نقطه مرجعيه او وضعيه مرجعيه اقدر ادرس منها، اللي هي هاي الاناتوميكال بوزيشن، عشان هيك هي كتير مهمه. اذا في عندي وضعيات ثانيه ممكن نستخدمها احنا كاطباء، هي البرون بوزيشن او السوباين بوزيشن. شو هدول السوباين بوزيشن او البرون بوزيشن؟ بستخدمهم مثلا خلال الفحص السريري للمرضى، مثلا انه مثلا بخليه يتسطح يا اما ظهره يا اما على بطنه. سو شخص
برون على بطنه بيكون نايم، لاينج الفيس داون، تمام. سوباين يكون الفيس اب، يعني نايم على ظهره ووجهه لفوق. كيف تحفظوها؟ سوباين هيها يو بي هون اب، اوكي، وربطوها مع فيس اب، تمام. سو سوباين الفيس اب، تمام، يعني نايم على ظهره. البرون اللي هي العكس، نايم على بطنه. These positions, the prone with supine, are not considered as anatomical positions. The anatomical position, انتبهوا لي، هذا الواقف اللي كفوف ايديه للأمام. Okay, so the prone with supine مش هم الاناتوميكال positions. هاي هي الاناتوميكال position. The prone with supine نستخدمهم في أشياء تانية، تمام؟ So the prone and supine position مش هم anatomical positions، هم بيكونوا ال ليش ما اعتبرناهم anatomical positions؟ لأنه البدي lying down مش stand up، تمام. هلا regional names. regional names هي أسماء بنطلقها إحنا على مناطق في الجسم اللي إحنا حكينا، زي the head, the neck, the trunk, the upper limbs and lower limbs. These are regional names، أسماء مناطق في الجسم. إحنا قسمنا الجسم لمناطق وعطيناهم regional names. So they are specific names given to specific region. كل منطقة أعطيت اسم محدد. Principal regions of the body، شو هم المناطق الأساسية؟ حكينا الرأس، الرقبة، الجذع، the trunk، the upper limbs، الأطراف العلوية والأطراف السفلية. Specific body parts، هلا في مناطق بالجسم جوا regions، يعني مثلا أنا عندي هنا the trunk اللي هو الجذع. الجذع فيه الصدر the chest، وفيه البطن اللي هو الابدومن، وفيه البلفس برضو اللي هو الحوض، تمام. سو انا في عندي هنا body part اللي هو مثلا the chest ضمن the trunk، عندي الابدومن هو body part ضمن the trunk برضو. سو specific body parts بيكونوا ضمن the regions، within the regions they have common names، تمام، specified by corresponding anatomical names. غالبا نعطيهم anatomical names، يعني البطن مثلا كلنا بنعرف احنا البطن وين. سو اعطاهم هنا اسم هاي المنطقة، اعطوها اسم منطقة البطن abdomen، هاي اعطوها منطقة الصدر اللي هي the chest. زي مثلا هي the chest اللي هو thoracic او thorax، اي شيء له علاقة بال chest بنحكي له، يعني refer لل chest بنحكي له thoracic. النوز مثلا موجود ضمن اي region؟ النوز موجود ضمن region الهيد، تمام، هي النوز. اي شيء له علاقة بالنوز بنحكي له nasal. الريست مثلا، الريست هو عبارة عن body part، عبارة عن اللي هو الكوع، تمام، اي شيء له علاقة بالريست بنحكي له carpal. وين موجود الريست؟ موجود في الأبر limb. هاي upper limb هي عبارة عن region فيها body part اللي هو الريست، تمام. عفوا الريست هذاك الالبو، الالبو الكوع. الريست اللي هو الرسغ اللي هو هاد اللي هو بربط ما بين اليد والذراع، تمام، هاد هنا اللي هو الريست، اوكي، عذرا على الخربطة. هلا البلينز اند سيكشنز، بدي اقسم الجسم لمستويات ومقاطع، بدي احط هيك خطوط وهمية، مستويات وهمية، اسطح وهمية من عندي عشان اعرف اقسم الجسم واقدر اوصف الجسم واوصف الستركتشرز والاعضاء اللي فيه ومكوناته بشكل سهل وبسيط لي. فراحوا اجوا العلماء حكوا احنا بدنا نحط اسطح وهمية نقسم فيها الجسم، عبارة عن imaginary flat plane surface that divides the body or organs into portions. ما بقدر ادرس الجسم انا كقطعة واحدة، فبدي اقعد اقطعه واقسمه لاجزاء، ولا يعني اقسمه لاجزاء او جزئين او ثلاث اجزاء او ما الى ذلك عشان اقدر ادرسه. اول اشي بقدر أقسمه عموديا، بقدر أقسمه أفقيا، وبقدر أقسمه بشكل مائل اللي هو الأوبليك. So أنا عندي أكثر من بلين. أول واحد هو الفيرتيكال بلين. خليني قبل ما نقرأ الكلام كله خليني أورجيكم صورة جبت لكم إياها هيك لطيفة عشان تفهموا منها البلينز. هاي الجسم جيت أنا بدي أقسمه في أسطح وهمية، هذا السطح، تمام، جبت هيك قطعة أزاز بدي أقسم فيها الجسم، رحت مسكتها وحطيتها كيف حطيتها، قسمت الجسم لجزء أمامي هيك لجهة البطن وجزء خلفي لجهة الظهر بالكورونال بلين، تمام. سو الكورونال بلين قسمت لي الجسم لجزء أمامي وجزء خلفي، تمام.
مثلا نيجي للساجيت البلين. الساجيت البلين إجا قسم لي الجسم بالضبط بالنص، هي لا رايت ولفت، تمام، أو لفت ورايت. في شغلة مهمة كتير، إنه إحنا كأطباء أو كحدا بدرس الأناتومي، أي إشي إلنا يمين بيكون على الجسم اللي أمامنا يسار، تمام. يعني هلأ مثلا أنا هون إيدي اليمين هون، أوكي، هو إيده اليمين وين؟ إيده اليمين هون، أوكي. أنا إيدي اليسار لهون مثلا، هو إيده اليسار وين؟ إيده اليسار لهون. سو يمينك هو يسار مريضك، ويسارك هو يمين مريضك. هاي قاعدة ضلوا متذكرينها، أوكي. سو هون الساجيت البلين اللي بالنهدي، هي هذا السطح النهدي، مقسم الجسم ل يمين ويسار، أو يمين هون ويسار، أوكي. والكورونا البلين مقسمه لأمامي، جزء أمامي وجزء خلفي، هيو لورا. الترانسفيرس بلين هو عبارة عن مستوى أو عبارة عن سطح أفقي، إجا قسم للجسم لفوق وتحت، فوق وتحت، تمام. هلأ في مصطلحات رح نعرفها كمان شوي، اللي هو الجزء العلوي نحكي له superior، الجزء السفلي نحكي له inferior. سفلي بالفاء، inferior بالفاء برضو، inferior سفلي، superior علوي. برضو في عندي جزء اللي هو anterior و posterior. anterior أمامي بالA، anterior أمامي، posterior خلفي، back P with B، back posterior back خلفي. لاترال وميديال، هاي برضو مصطلحات رح نفهمها هلا بالأمثلة. هون في عندي هون خط، هذا هيك بقسم الجسم تماما، اللي هو الميد لاين، خط أو imaginary line، هو خط وهمي طبعا، كلها هاي أشياء وهمية مش موجودة، تقسم الجسم تماما بالمنتصف، تمام، الميد لاين. هلا خلينا نقرأ ونرجع نفهمهم تماما. هلا شو عندي الأسطح العمودية اللي شفناها؟ شفنا واحد كورونا أو frontal plane that divides the body or organ into anterior and posterior parts، تمام. So هيو الكورونال بلين، هيو عمودي، هيو واقف، تمام، بس قسم لي الجسم كيف؟ قسم لي anterior اللي هو جزء أمامي anterior A with A، بعدين خلفي اللي هو posterior back. So anterior posterior، شو السطح اللي فصلهم؟ هو الكورونال أو frontal plane سمينا، تمام. هلأ هو عبارة، so راح تحفظوا انه هو عبارة عن vertical plane، راح تحفظوا انه قسم للجسم لانتيرير وposterior، راح تحفظوا انه اسمه الثاني هو frontal plane، اوكي. so الكورونال او frontal plane عبارة عن vertical plane، قسم للجسم لانتيرير وposterior. الساجيتال بلين، الساجيتال بلين هو عبارة عن السطح اللي قسم للجسم ل right و left sides، تمام، قسم للجسم يمين ويسار، هيو هذا الساجيتال اللي هو النهدي، قسم للجسم ليمين ويسار. هلا في نوعين للساجيتال. الساجيتال ممكن يكون جاي على الميد لاين بالضبط، على الخط اللي منتصف بقسم الجسم ل right و left parts، يكونوا متساويين تماما، يعني جاي بالنص تماما، فمنسميه ميد ساجيتال. so الساجيتال بلين لما يمر بالميد لاين اللي هو خط المنتصف تبع الجسم بنسميه ميد ساجيتال او ميديان بلين، تمام، بقسم البودي والاورجان انتو تو ايكوال بارتس، لاجزاء متساويه يمين ويسار. اما لو كان الساجيتال بلين ما بمر ضمن الميد لاين، ما بمر ضمن الميد لاين اللي هي بالمنتصف بالضبط، بنحكي له بارا ساجيتال. شو يعني بارا؟ بارا يعني بسايد، يعني بجانب، يعني مش بالمنتصف بالضبط، هو بارا ساجيتال، ما حوله أو ما إلى جانبه. so هذا برضو بقسم ليمين ويسار، بس مش equal، بيكونوا unequal parts right and left portions. هلا أنتوا لو أنكم شاطرين وفهمتوها، بتعرفوا إنه الساجيتال اللي موجود هون شو نوعه، كونه مر بالميد لاين، بتعرفوا إنه هو ميد ساجيتال، تمام. لو كان النهدي مثلا بقص من هنا، تمام، قسم لي هنا يمين وهناك يسار، أو عفوا هناك يمين وهون يسار، بنعرف انه هذا كان بارا ساجيتال. سو الموضح بالصوره هون هو عباره عن ميد ساجيتال بلين، لانه مر بالميد لاين هي، تمام. هلا عندي الهوريزونتال بلينز اللي هم الافقيين. المستوى او السطح الافقي ما في غير واحد، يا بنسميه هوريزونتال يا بنسميه ترانسفيرس بلين. سو الفيرتيكال كان عندي اكثر من بلين، الساجيتال والكورونا. أما الترانسفيرس فيش غير
سطح واحد بقسم لي الجسم لجزء علوي superior وجزء سفلي inferior. F with F inferior سفلي تمام. So the transverse plane هي الأصفر قسم لي الجسم لجزء علوي وسفلي سمينا transverse plane أو horizontal plane اللي هو السطح الأفقي. الكروس سكشن بيعمل لي اياها لمقاطع زي تخيلنا حبة الهوت دوغ مسكناها قطعناها لدوائر تمام. هاي الدوائر احنا قاعدين عم ناخد مقاطع من حبة الهوت دوغ مقاطع عرضية so بنسميها كروس سكشن بلين. اوكي divides the body or organ into upper اللي هي superior p with p superior upper and lower parts اللي هي سفلي او inferior. هلا الأوبليك اللي بيكون مائل يعني لا بيكون ما بيكون هيك عمودي ولا بيكون عفوا عمودي لازم هيك شوي كتير مستقيم اوكي ولا هو افقي لا هيك جاي مائل تمام. سو هذا أوبليك هذا vertical هذا horizontal تمام. الأوبليك planes passes through the body by an angle إلو زاوية هاد زاويته 90 هاد زاويته 180 او 0 هاد لا إلو زاوية مثلا 30 60 ما إلى ذلك formed between horizontal and one of the vertical planes. هاي عندي vertical والhorizontal ما بينهما يسمى oblique either between transverse plane and sagittal or between transverse or and coronal. يعني يا إما الزاوية بتكون ما بين هذا vertical coronal أو بيكون frontal. حكينا vertical نوعين كورونال وفرونتال أو ساجيتال تمام. مع الزاوية اللي بيعملها هذا الساجيتال أو الكورونال مع الهوريزنتال هاي بيكون الأوبليك. So يا بيكون between transverse plane مع ساجيتال أو بين transverse plane مع كورونال أو الاسم الثاني للكورونال هو فرونتال. Whenever any of the organs in the body is cut along one of the mentioned planes يعني أنا لو مسكت هون عندي هذا frontal plane تمام سطح frontal أو coronal مسكت سكينة وإجيت قطعت الأورجان بهذا المستوى رح يعمل لي مقطعين هذا المقطع الأمامي anterior ومقطع خلفي superior. هذا السكشن is named according to the plane that is cut along. يعني مثلا أنا مسكت هون frontal plane مسكت السكينة وقطعته شو رح أسمي هذا المقطع؟ رح أسميه مقطع frontal لأنه أنا عملته بالfrontal plane على مستوى الفرونتال تمام. مثلا لو كان هون mid-sagittal plane إجيت قطعت بالسكينة شو رح أسمي المقطع؟ رح أسميه mid-sagittal مقطع أو سكشن يعني أوكي؟ سو mid-sagittal section أو المقطع mid-sagittal هو نتج عن قطع في mid-sagittal plane. Now what is the importance to have sections؟ يعني أنا البرين هي قدامي كيف بدي أدرسه هيك وهو 3D structure؟ لازم أمسكه أعمله 2D structure عن طريق أني أعمل قطع فيه أوكي؟ سو هدف أني أعمل مقاطع أنا في هذه الأجزاء أو في الأعضاء اللي بتكون 3D 3-dimensional هدفي أني أعمل فيها قطع حتى تصير عندي 2 dimensions ب2 dimensions ببعدين عشان أعرف أدرسها من الداخل تمام. So هدف هاي السكشنز أني أنا أحول ل 3 dimensional structure أخذ منها flat 2 dimensional view عشان أعرف أدرسها بسهولة to be studied easily okay. هلأ رح ننتقل لإشي تاني اللي هو directional terms. مثلا انا عندي المعده جاي فوق الامعاء طيب كيف بدي اوصف هذا هاي الجمله بدي احكيها بطريقه طبيه علميه كل علماء الطب في العالم وكل اللي دارسين طب في العالم يفهموها. راح اجي زي ما احنا عندنا اختراع اسمه يمين ويسار راح نصير نشوف اتجاهات بالطب لسه زياده عن يمين ويسار وفوق وتحت تمام. So directional terms هم عباره عن words عباره عن كلمات that describe the relationship of one structure to other. يعني هون مثلا عندي الاستومك هاي المعدة وهون عندي الامعاء الاستومك جاي فوق الامعاء شو بدي احكي لها الاستومك superior للامعاء او للانتستن. سو هذا هو القصد اني انا شو الجملة اللي بدي احطها ما بين الاستومك او الكلمة اللي احطها ما بين الاستومك والانتستن حتى توصف لي الريليشن او علاقتهم ببعضهم البعض. هذا الجدول بلخصهم كلهم رح احكي لكم مثال عليهم واحد واحد بضل عليكم انتو هيك تعدوا برواق وتحفظوهم تمام. اول اشي الرايت والليفت كلنا بنعرفهم حكينا انه انا يميني هو يسار المريض هاي يميني هون يسار المريض انا هون يساري اللي هو يمين المريض سو هون رايت وهون ليفت اوكي اي اشي لهاي الجهة رايت واي اشي لهاي الجهة ليفت.
superior and inferior. حكيت لكم إياها خلال ما شرحنا عن the planes. superior يعني up يعني علوي, هاي up يعني up يعني علوي upper, تمام. inferior يعني مع f مع سفلي, هيك احفظوه, تمام. بربطوا كلمات بكلمات أو حروف بحروف. so superior في عندي up يعني upper مع علوي up, okay. inferior اللي هو سفلي. لو انكم شاطرين وقفوا شوي مع حالكم ثواني, شو البلين اللي كان يفصل السوبيريور عن الانفيريور؟ اللي هو الترانسفيرس بلين او الخط الافقي او المستوى الافقي, تمام. سو انا رح اجي اوصف الاستومك المعده انها جاي سوبيريور للانتستين, مور سوبيريور ذان ذا انتستين, ان هي جاي علوي بشكل علوي للامعاء. او شو رح احكي؟ رح احكي انه الانتستين جاي inferior للستومك. The intestine is more inferior than the stomach, تمام. إنه الانتستين أو الأمعاء جاي تحت المعدة. الكرينيال, كرينيال اللي هو أي إشي قريب من الرأس, يعني أي إشي بجهة الرأس نحكي له كرينيال, أي إشي بعيد عن الرأس نحكي له كودا. يعني كيف مثلا تقريبا نفس مبدأ superior وinferior, ولكن هذا هلأ بحكي لكم الفرق جاي عم, جاي أشمل أشياء تانية. يعني الستومك بنحكي انها هي more cranial than the intestine. ونفس الوقت بقدر احكي انه الانتستين جاي more caudal, يعني اقرب لجهة القدم من الستومك, تمام. يعني انا هون بدي احط الهيد نقطة مرجعية لما بدي احكي cranial, مين اللي more cranial ومين اقرب هون للهيد الرأس اللي هي الستومك, فبنحكي انه الستومك more cranial than the intestine. لو بدي احط الفوت او الفوت هي النقطة المرجعية إلي اللي هي جهة القدم, راح أحكي إنها الانتستين مور كودل, أقرب لجهة القدم من الستومك. طب شو فرق؟ شو يعني فرق؟ يعني ليش ما أحكي مثلا خلاص سوبيريور؟ ليش اخترعت كمان كلمة كرينيال؟ هلأ سوبيريور وانفيريور تمام. هلأ بدي أفرق بين السوبيريور والانفيريور, أفرقها عن الكرينيال والكودل. هلأ شخص واقف قدامك, تمام, واقف على قدمه, يعني منتصب راسه لفوق وأقدامه لتحت, بنقدر نحكي إنه الستومك superior للانتستين, تمام. لنفرض إنه الشخص, يعني هلأ كل واحد في مستوى, المعدة جاي في مستوى أعلى من مستوى الانتستين, عشان هيك حكينا عنها superior. لنفرض إنه الشخص نايم قدامك, تمام, هيو متسطح متمدد هيك, أوكي, هون الستومك تبعته وهون الانتستين تبعته. طب هلأ حاليا الستومك والانتستين على نفس المستوى, ما بنقدر نحكي انه الستومك superior للانتستين, تمام, ما بنقدر نحكي لانهم بنفس الليفل. فهون شو بحكي؟ بحكي كونه هون رأس الشخص وهون الفيت تبعته, بقدر احكي انه الستومك more cranial than the intestine, يعني هي اقرب للرأس من الانتستين. او بحكي انه الانتستين اقرب للكودل, يعني اللي هي اقرب للقدم من الستومك. سو الكرينيال والكودل مصطلح اشمل واعم, بقدر استخدمه في كل الوضعيات, بقدر استخدمه حتى لغير البشر. يعني مثلا قدامك بس, هاي راسها, هاي جسمها, وهاي لها اجرين وايدين وهيك. هون بدي احكي مثلا هون عندها هي رئه, تمام, وهون عندها لنفرض ستومك. الرئة عندها والستومك على نفس الليفل جايين, ما بقدر احكي انه هاي superior وهاي inferior, لا, راح احكي انه الرئة جاي more cranial, يعني اقرب للرأس من الستومك, تمام. so هاي هي المبدأ اني اميز السوبيريور والانفيريور عن الكرانيال والكودا. الكرانيال اللي هي لجهة الدماغ او لجهة الرأس, والكودا اللي هو لجهة القدم. هلا الانتيريور والبوستيريور. انتيريور يعني امامي, A with A, أمامي, تمام, أمام. أما البوستيريور خلف, بوستيريور خلفي, أوكي. أنتيريور أمامي والبوستيريور خلفي, اللي هو زي إيش؟ زي اللي قبل شوي شفناها الصورة اللي هي بفصلهم أي بلين, هاي بوستيريور لورا والأنتيريور لقدام, مين اللي بفصلهم؟ الكورونال بلين. كورونال بلين بقطع للجسم بحيث أن يكون له جزء أمامي وجزء خلفي. سو مفصولين بالكورونال بلين جزء أمامي وجزء خلفي. زي مثلا خليني أعطيكم مثال, هون مثلا بقدر أحكي إنه هاي الليفر وهاي الكدني. الليفر جاي anterior للكدني, أمامها, تمام, أمامها. الكدني جاي posterior للليفر, خلف الليفر, أوكي.
So anterior أمامي وخلفي. هلا فيه شيء تاني اللي هي الفنترال والدورسال. فنترال بطني يعني أقرب للبطن. الدورسال يعني ظهري يعني أقرب للظهر. نفس المثال تبع الليفر مثلا أو هون الانتستن. تمام، هاي مثلا الانتستن أوكي اللي هي الأمعاء، وهاي عندي الفيرتبرا اللي هي العمود الفقري. تمام، أو الفيرتبرال كولوم. الانتستن جاي مور فنترال، فنترال يعني أقرب للبطن من الفيرتبرال كولوم. أما الفيرتبرال كولوم جاي أقرب للظهر، يعني بنحكي له دورسال أقرب للظهر من الانتستن. تمام، سو الانتستن أقرب للبطن يعني فنترال، الدورسال أقرب للظهر يعني، أو الفيرتبرال كولوم أقرب للظهر يعني دورسال. تمام، وهاي نفس الفرق ما بين الكرانيال والسوبيريور. راح نفرق ما بين الفنترال والانتيريور. الانتيريور مو شرط يكون شغلة فنترال ودورسال. يعني مثلا هون البسة رأسها جاي انتيريور للترنك للجذع تبعها. هاي رأس البسة وهاي الترنك الجذع تبعها. الرأس تبعها جاي انتيريور للترنك. بنفس الوقت ما بقدر احكي عنه انه هو فنترال. تمام، يعني ما بقدر استخدم وصف فنترال ودورسال للرأس. تمام، الفنترال والدورسال بستخدمها في اشي جوا الترنك. يعني مثلا ان هون عندي الانتستين تبعتها او هاي الاستومك اللي حكينا عنها، وفي وراها الفيرتبرال كولوم تبعها. بنحكي انه الاستومك فنترال يعني اقرب لجهة البطن من الفيرتبرال كولوم، بحيث انه الفيرتبرال كولوم او العمود الفقري اقرب للظهر يعني دورسال. تمام، سو هاي الفرق ما بينهم. هلا الميديال واللاترال. ميديال واللاترال لنفرض انه انا عندي هون الاصابع. تمام، عندي هذا اللي هو الثم، وعندي هون الليتل فينجر. بدي اقارن ما بينهم. بدي احكي انه انا في الوضعيه الطبيعيه الاناتوميكال بوزيشن بيكون الليتل فينجر مور ميديال. مور ميديال شو يعني؟ مور ميديال يعني اقرب للميد لاين. شو الميد لاين؟ هيو هذا الخط اللي بقسم الجسم لنصفين. سو الليتل تو الليتل فينجر عفوا اقرب للميد لاين من الثم اللي هو الابهام. اما الثم لو بدي اوصفه بحكي انه هو مور لاترال. لاترال يعني اقرب للاطراف. تمام، يعني طرفي اكثر، يعني ابعد عن الميد لاين. سو الميديال واللاترال. لاترال جانبي او على الاطراف اللي هو ابعد عن الميد لاين. الميديال هو اقرب على الميد لاين. هلا المصطلح اللي بعده اللي هو الإبسيلاترال والكونترالاترال. إبسيلاترال يعني على نفس الجهة، كونترالاترال يعني اتجاه مش على نفس الجهة. كيف يعني؟ في آية لما في القرآن اللي هو ولو أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. كيف يعني أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف؟ يعني بده يقطع لهم إيدهم اليسار مع رجلهم اليمين. فهي سميناها إبسيلاترال، إنه من جهات مختلفة، جهة يسار مع جهة يمين. تمام، سو كونترالاترال باتجاهات مختلفة. يعني مثلا هون عندي اللي نفرض إن هون عندي الاستومك. تمام، وهون عندي مثلا الابندكس. الاستومك كونترالاترال للابندكس، إنه واحدة جاي على الليفت وواحدة جاي على الرايت. تمام، أقرب مثال اللي بدي أفهمكم إياه اللي هو تبع لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، اللي هو من باتجاهات مختلفة. بدي يقطع لهم إيدهم اليسار مع رجلهم اليمين، أو رجلهم أو إيدهم اليمين مع رجلهم اليسار. إبسيلاترال يعني على نفس الاتجاه. يعني مثلا عندي الجول بلدر هون يمين، هون الجول بلدر اللي هي المرارة مع الأبندكس اللي هي الزايدة جايين اثنين على جهة اليمين، فبحكي عنهم إنهم شو؟ إبسيلاترال، على نفس الجهة جايين. أوكي، هلا البروكسيمال والديستال. البروكسيمال والديستال هم القريب والبعيد. هاي مصطلحات بوصف فيها الـ الاشياء اللي جاي في اللمس اللي هي في الاطراف. يعني مثلا خليني امسح بس هاي العجقه اللي صارت هنا عشان ما اعجقكم زياده. اوكي، هلا لو بدنا نوصف البروكسيمال والديستال، انا عندي الايد هون. تمام، عندي هون الالبو الكوع، وعندي هون الرسغ اللي هو الريست. تمام، هلا هذا الطرف اللي هي هاي الايد مرتبطه بالترنك اللي هو الجذع بها هون بهاي المنطقه. فهي بنقدر نعتبرها الجذر اللي هي ارتبطت فيها منطقه اتصال اللمب الطرف مع الترنك. هاي المنطقه هي النقطه المرجعيه، راح احطها. تمام، هي هيك ظللتها، بدي احطها هي النقطه المرجعيه لي.
هسا اللي أقرب لهاي النقطة المرجعية بنحكي له proximal، قريب من النقطة المرجعية اللي بتربط ما بين اللمب والترنك. تمام، هاي النقطة المرجعية. الإلبو مثلا اللي هو الكوع أقرب لهاي النقطة، فبنحكي إن هو more proximal than the rest. تمام، لو بدي أحكي إنه الريست أبعد عن هاي النقطة عن بدل الإلبو، يعني أبعد أكتر من الإلبو، بنحكي إن هو more distal. distal يعني بعيد تمام عن نقطة الاتصال، proximal يعني قريب على نقطة الاتصال. تمام، so هاي نقطتين بدي أقارن ما بينهم، بحكي إنه هاي proximal، الإلبو proximal للريست، أو الريست بحكي distal للإلبو. مثلا لو بدي أقارن برضو ما بين الريست مثلا والفالنجيز اللي هم البون هذول اللي بشكله اللي هم عظام الأصابع، تمام، بنحكي إنه الفالنجيز more distal than the rest. أوكي، هلا في كمان عندي السوبرفيشال والديب. سوبرفيشال اللي هو سطحي أقرب لسطح الجسم، ديب اللي هو عميق داخل الجسم، أعمق عميق عميق جوا الجسم. أقرب مثال إلها اللي هو مثلا البون، طلعوا عندي هون العظمة تمام، وهون عندي الجلد هي السكن. السكن جاي سوبرفيشال، مور سوبرفيشال ذان دي بون، يعني أقرب لسطح الجسم من البون. تمام، so بنحكي البون is more deep than the skin، أو بنحكي السكن is more superficial than the bone. external يعني ده خارجي، بين ده خارج الجسم، أو internal يعني مثلا نحكي عن fluid إنه هو external fluid، يعني مثلا زي الماء اللي بنشربها عبارة عن external fluid، أنا جبتها من برا الجسم ودخلتها على جسمي. internal هي عبارة عن مثلا بدي أحكي عن fluid هو من داخل الجسم، زي السلايبة مثلا اللعاب، هو عبارة عن internal fluid تم تصنيعه داخل الجسم تمام من الغدد اللعابية. هلأ بهذول الجدولين رح نكمل نرجع نعيدهم تمام، الكلمات اللي أخذناهم الـ directional terms مع أمثلة أرجع أكد لكم عليهم تمام، ارجعوا لوقوا على بعض، روقوا على حالكم وخلينا نرجع نعيدهم. superior، superior حكينا up هنا up يعني upper يعني علوي. okay، above or higher in position toward the head، هو أقرب للهيد غالبا بيكون، بس not used in reference to the limbs، حكينا الأشياء اللي بنستخدمها القريب والبعيد في اللمس اللي هن proximal و distal. تمام، ما بنستخدم superior والinferior في اللمس. تمام، so مثلا the heart is superior to the liver، هاي الهارت هاي القلب هون موجود، وهاي الليفر اللي هو الكبد، مين جاي البوزيشن تبعته اعلى؟ upper، مين هو؟ الهارت. so the heart is superior to the liver. الكلمة الثانية اللي هي cranial او cephalic اللي هي اقرب للهيد او اقرب للسكال، toward the head او toward the skull اللي هي الجمجمة او الرأس. تمام، this is more flexible، حكينا انه هاي الكرانيال والكودال مصطلحات اعم من السوبيريور والانفيريور. ليش؟ لانه بنقدر نستخدمهم to all animals whether they stand upright on two limbs or on all four limbs، يعني سواء كانوا زي الانسان واقف على اجريتين وقدامي، او زي البس اللي قاعدة على اقدامها اللي رأسها امام الترنك تبعها تمام، وما عندها شغلة سفلي وعلوي، فبقدر أوصفها بكودل وكرينيال. so the cranial more flexible term، بنقدر نحكي إنه the stomach is more cranial than the urinary bladder. urinary bladder اللي هي المثانة البولية تمام، so the stomach اللي هي المعدة جاي كرينيال، جاي أعلى، جاي أقرب للرأس من the urinary bladder. inferior، inferior حكينا F يعني سفلي تمام، هاي سفلي الكلمة شوي خط مش عارفة أكتب، المهم إنه inferior يعني سفلي، below or lower in position toward the feet، أقرب للقدم. وبرضه هي حكينا superior والinferior ما بنستخدمهم لللمس، not used in reference to the limbs تمام. so بنقدر نحكي إنه the stomach is inferior to the lungs، هاي the stomach هاي المعدة، أوكي هاي المعدة وهاي اللونجز اللي هم رئتين، مين اللي لتحت أكتر جاي البوزيشن تبعتها لتحت؟ الستومك. so the stomach is more inferior than the lung أو is inferior to the lung. rostral، rostral relating to the nose and mouth region or toward the face، يعني هاي فقط بنستخدم مصطلح بنستخدمه في الهيد،
يعني لنفرض أنا هون عندي، نرجع لصورة البلينز أو لهاي الصورة. شوفوا الأنف مثلا، هاي الأنف وهاي البرين، هذا الهيد كامل، وهاي عندي الأنف وهاي عندي البرين. الأنف جاي روسترال تو ذا برين، يعني للأمام في الوجه أكثر من البرين، تمام؟ فبنحكي لها روسترال، تمام؟ So rostral بيكون relating to the nose and mouth region اللي هي toward the face، فقط بنستخدمها within the head. مثلا the frontal bone of the brain is rostral to the occipital bone. مو ضروري صراحة تحفظوا هذه الأشياء، ولكن خليني أرجع أحكي لكم. The frontal bone هي هون، هاي البون يعني الجمجمة عندي مش متكونة من عظمة واحدة، بتكون أكثر من عظمات متصلة مع بعض. في عندي هاي العظمة بنسميها occipital bone، وهاي العظمة بنسميها frontal bone. الفرونتال بون مور روسترال او روسترال تو ذا اوكسيبيتال، ليش؟ لانها اقرب للوجه من الاوكسيبيتال. اوكي، الكودل هي اقرب للقدم، ريليتينج تو ذا تيل او الذيل، تمام. اور نير تو ذا تيل اور بوستيرير بارت اوف ذا بودي. كودل بوستيرير بارت اوف ذا بودي بتكون هاي في الحيوانات، يعني مثلا هون البسه حكينا انه المعده تبعتها جاي posterior للهارت، تمام. هاي الهارت، هاي posterior، وهاي الذيل تبعها لأنها هاي الاستومك أقرب للذيل من الهارت، بنحكي لها caudal لأنها أقرب للذيل أو لأنها جاي وراء الهارت، posterior للهارت تبعها. أوكي، so caudal والكرانيا اللي بنستخدمهم في جميع الحيوانات. lumbar vertebrae are caudal to the cervical vertebrae. هاي مثلا في القطة عندي هون الفقرات اللي في الرقبة، فقرات العمود الفقري اللي في الرقبة، وهاي فقرات العمود الفقري تبعون اللمبر ريجن اللي هي لجهة الخصر تقريبا. So مين اللي جاي عندي مور كودل؟ اللي جاي كودل أقرب للذيل هم اللمبر فيرتبري، تمام. So اللمبر فيرتبري جايين، اللمبر فيرتبري جايين كودل للسيرفيكال فيرتبري. anterior، anterior حكينا A with A أمام، تمام. anterior أمام. nearer to or at the front of the body، لجهة الأمام في الجسم، زي الاسترنم. الاسترنم هي هاي العظمة، أمسح هنا، شوفوا هاي العظمة، هاي العظمة هيها، هاي الاسترنم جاي للأمام، يعني هي جاي من ضمن القفص الصدري، وهي جاي أمام اللنجز، جاي أمام الرئة، فبنحكي إنه هي anterior to the lungs، تمام. أما البوستيرير بيكون أقرب للباك، P back، P back، okay posterior back. The esophagus the food tube is posterior to the trachea. Esophagus اللي هو المريء جاي خلف التراكيا اللي هي القصبة الهوائية، تمام. فإحنا حكينا إنه الإسوفيجس جاي خلف التراكيا. Ventral اللي هو أقرب للبطن حكينا، relating to the belly، belly اللي هو البطن. Toward the belly أي إشي أقرب للبطن من الإشي اللي من الإشي الثاني بنسميه ventral. مثلا الانتستنس ار ventral to the vertebral column، حكينا العمود الفقري هيك ورا، تمام. وهون الانتستنس، وهون البطن، وهون الظهر. اوكي، الانتستن جاي ventral يعني اقرب للبطن من الvertebral column. الدورسال، الدورسال بتكون خلف يعني اقرب للظهر، يعني هون عندي الvertebral column نحكي له دورسال للانتستن. so relating to the back يعني اقرب للظهر. used synonymously with posterior human anatomy، يعني بالهيومنز هي نفسها البوستيرير، اوكي. ولكن حكيت لكم بالاشياء الثانيه في حيوانات مثلا او هيك، الدورسال والفنترال بتكون مختلفه عن البوستيرير والانتيرير. اما في جسم الانسان بوستيرير يعني باك، وانتيرير او بوستيرير يعني الدورسال، والانتيرير يعني الفنترال. في الهيومن اناتومي تعتبر مرادف للبوستيرير، والفنترال نفس الاشي تعتبر مرادف للانتيرير، ولكن فقط في الهيومنز. نقدر نحكي انه الكيدنيز are dorsal to the stomach. الكيدنيز اللي هم اورجيكم هون صورة، هاي مثلا الكيدنيز، والستومك جاي هون للامام، يعني هون مقصوصة الستومك، بس اللي هي او هي الستومك، عفوا هاي الستومك وهاي الكيدني. الكيدني جاي dorsal اقرب للظهر من الستومك، تمام. الميديال حكينا اللي هي الجزئية الأقرب للميدلاين بتكون،
شو الميدلاين؟ هو عبارة عن خط تخيلي احنا حاطينه، خط عمودي تخيلي بقسم الجسم ل equal right and left sides، بقسم الجسم ل يمين ويسار متساويين. The ulna is medial to the radius. شو الألنا والراديوس؟ هم العظام الموجودين في اليد. هاي هاي الراديوس اللي هي لبرا، والألنا للداخل. الألنا أقرب للميدلاين من الراديوس اللي جاي لبرا. هاي الألنا، تمام، هاي الألنا وهاي الراديوس. الألنا جاي أكتر، ميديال أكتر، يعني أقرب للميدلاين. تمام. لو بدنا نحكي عن الانترميديات between two structures، يعني مثلا الترانسفيرس كولون is intermediate to the ascending colon and descending colon. يعني أنا هون في عندي القولون الصاعد، تمام، هاي القولون الصاعد وهاي القولون النازل. هذا القولون اللي بينهم القولون الأفقي، هذا هاي اللي نايم هيك، تمام. سو بنحكي إنه هذا الترانسفيرس كولون الأفقي ما بينهم جاي بالوسط ما بين الأسندينج والديسندينج كولون، تمام. سو intermediate جاي يعني ما بين two structures. الإبسيلاترال حكينا اللي هم على نفس الجهة، on the same side of the body's midline as another structure. مثلا الجول بلدر والأسندينج كولون are ipsilateral. الجول بلدر اللي هي المرارة، المرارة هي هاي الخضرة، هاي المرارة، وهذا الأسندينج كولون اللي هو القولون الصاعد، هيهم جايين على نفس الجهة، جايين التنين على the right side of the body. سو بنحكي عنهم ipsilateral، تمام. أما مثلا contralateral اللي حكينا من خلاف، يعني كل واحدة على جهة، opposite side of the body's midline، يعني هاي المدلاين، تمام، هاي المدلاين. لو كانوا الاثنين على نفس الجهة بنحكي عنهم ipsilateral، لو كان واحد على هاي الجهة واحد على هاي الجهة بنحكي عنه contralateral. زي مثلا الascending والdescending colons، القولون الصاعد والقولون النازل، تمام، كل هاي المدلاين كل واحد على جهة، so they are contralateral to each other. proximal هاي حكينا بنوصفها بالإيد، يعني هاي مثلا أنا عندي الأرم، تمام، أي إشي أقرب لنقطة اتصال اليد بالجذع بنعتبرها proximal، أي إشي أبعد بنسميها distal، تمام. so the humerus اللي هي الأرم بون، الأرم بون is proximal to the radius. هاي الهيوميرس، هاي الهيوميرس، أنا بطل أعجي الدنيا هون، أوكي. هاي الهيوميرس اللي هي عظمة الأرم، تمام، وهاي الراديوس اللي هي عظمة موجودة في الفور أرم. مين اللي أقرب لنقطة الاتصال هاي؟ مين اللي أقرب؟ اللي هي الهيوميرس. so الهيوميرس is more proximal أو is proximal to the radius، تمام. والدستل زي الفالنجيز اللي هم الفينجر بونز، العظام المكونة للأصابع، بيكونوا distal to the wrist bones أو للكاربلز اللي هم المكونين للرسغ، تمام. so هاي أصابع، عظام الأصابع وهاي عظام الرسغ، مين أبعد فيهم عن نقطة الاتصال؟ الأبعد هم الفالنجيز، فبنحكي عنهم إنهم distal للرست، تمام. superficial و deep اللي هو السطحي والعميق، يا إما superficial سطحي يعني أقرب لسطح الجسم، أو deep away from the surface of the body. مثلا superficial زي مثلا الربس، الربس اللي هم عظام القفص الصدري بتغطي اللنجز، يعني هي أقرب لسطح الجسم، فبنحكي إنه الربس are superficial to the lungs. بينما الربس are deep to the skin of the chest، يعني القفص الصدري فيه عندي عظم وعليه من فوق جلد، الجلد يعتبر أقرب للسطح من العظام، في حين اللي هم الأضلاع، وبنفس الوقت الأضلاع هذول أقرب لسطح الجسم من اللنجز اللي قاعدين وراه، تمام. هلأ البدي كافيتيز، موضوع البدي كافيتيز موضوع إن شاء الله أنه سهل، راح أبسط لكم إياه. هلأ تخيلوا معي أنه تاخدوا بريك ثواني عشان تستوعبوا الكلمات اللي حكيناها، هم سهلين بس بدهم هيك شوية تكرار عشان ترجعوا تحفظوهم، وحاولت أسهلهم عليكم فإن شاء الله أنهم يكونوا خفيفين. هلأ نكمل الجزئية اللي بعدها اللي هي البودي كافيتيز، هي تجاويف الجسم من الداخل. لنعتبر أنه أنت شخص رايح على السوبر ماركت أو المول أو ما إلى ذلك، أخذت عرباية وفتت تتسوق، تمام، عرباية فاضية هيك، إلها حيطان من برا، إلها سطح من برا، وهي فاضية من جوا، مجوفة وفاضية من جوا، هتقدر تحط فيها الأغراض. قعدت تشتري أشياء، تشتري مثلا أكل من هون، أدوات منزلية من هون، منظفات مثلا من هون. سو أنت جمعت أكثر من إشي وحطيتهم جوا العرباية.
هل انت رح تروح وهيك الاشياء كلها مخربطة، ولا رح تقعد ترتبهم باكياس، تحط الاكل بكيس واحد، تحط المنظفات بكيس واحد، تحط الادوات المنزلية في كيس واحد، صح؟ رح تحط كل واحد في كيس. هذا نفس المبدأ تبع الجسم. انا عندي الجسم مجوف من جوا، تمام، بدي احط الاشياء المتشابهة اللي بتشتغل نفس الوظيفة مع بعضها بدي احطها بكيس واحد. يعني مثلا اعضاء البطن بدي احطها بكيس واحد، القلب بدي احطه بكيس واحد، اعضاء الصدر بدي احطها بكيس واحد، مثلا اللنجز اللي هم الرئتين بدي احطهم بكيس واحد، وما الى ذلك. فانا هون التجاويف الجسم نفس مبدأ الاكياس، انه انا عندي اكياس مختلفة كل واحدة فيهم رح احط فيها ستريكتشرز او تراكيب خاصة فيها تعمل وظيفة واحدة، ما بدي اخبص كل اشي مع بعض حتى ما يعني حتى يظل كل اشي منظم. سبحان الخالق، عن جد احكوا سبحان الله. يعني علم الاناتومي بتضل الواحد يدرسه وهو منبهر كيف احنا بندرس، يعني التفاصيل اللي خلقنا فيها جدا 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 عظيمة. So البودي كافيتيز هم عبارة عن spaces، عبارة عن فراغات، عبارة عن تجاويف داخل الجسم within the body separated by bones, muscles and ligaments. الشيء اللي بتفصل بينهم عبارة عن يا إما bones اللي هم عظام أو عضلات، أو اللي هم ligaments اللي هم مش الأوتار، ligaments اللي هم إشي تاني نسيتهم صراحة بالعرب. المهم الأربطة، الأربطة اللي جمنت، تمام؟ So الأشياء اللي بتفصل ما بين body cavities، the bones والmuscles واللي جمنت. This table shows the major cavities while there are minor cavities. خليني أورجيكم، جهزت لكم صورة لطيفة أوصف لكم فيها الكافيتيز. هاي هنا أكياس، تمام؟ حطيت عملت فيها تجاويف، هاي الجسم جواته تجويف فاضي بدي أقسمه. جيت حطيت هنا تجويف سميته cranial cavity. ليش سميته cranial cavity؟ لأنه هذا التجويف اللي داخل الرأس، داخل الهيد، سميته cranial cavity. شو بتتوقعوا هون يكون جواته؟ صح، البرين. مثلا نزلت لهون عملت إشي اسمه vertebral cavity. cavity اللي vertebral اللي هو الفقري، تمام، اللي في العمود الفقري. هاي الفقرات، تمام، العظمية جواتها إشي اسمه spinal canal. سباينال كانال شو بيمشي فيها؟ اللي هي نفسها التجويف بيمشي فيها السباينال كورد، النخاع الشوكي، تمام. سو هاي التجويف فيها ستركتشرز، فيها اعضاء من الجسم. الكرينيال كافيتي فيه البرين، الفيرتبرال كافيتي فيه السباينال كورد. لقدام حنشوف انه انا عندي الثوراسيك كافيتي، التجويف الصدري. التجويف الصدري هيو مقسم ل البلورال كافيتي اللي هو فيه البلورال، البلورال كافيتي يعني اللي هو الغشاء المحيط بالرئة، تمام، يعني فيه رئتين. في عندي البيريكارديال كافيتي اللي هو فيه الهارت. طبعا هاي المنطقة اللي ما بين التو لانجز، هاي المنطقة هاي، اوكي، هاي اللانجز وهاي اللانجز، تمام، اللي بالنص المنطقة ما بينهم اسمها الميدياستاينم اللي حكيت لكم عنها قبل شوي. فيها ايش؟ فيها الثايمس جلاند، تمام. سو هاي المنطقة الميدياستاينم في بداخلها إشي اسمه البيريكارديال كافيتي اللي هو تجويف اللي فيه القلب، وباقي اسمه سوبيريور ميدياستاينم. سو بالانفيريور ميدياستاينم عندي البيريكارديال كافيتي، بالسوبيريور ميدياستاينم اللي هي الجزء العلوي من الميدياستاينم عندي other structures، منهم الثايمس جلاند اللي حكينا عنها قبل شوي. هنا عندي التجويف البطني، أو هون التجويف البطني مع الحوض، تمام، قسمته لبطن وحوض. So هذا الابدومينال كافيتي فيه الأعضاء الابدومينال أورغانز، هنا البلفيك أورغانز موجودين في البلفيك كافيتي، أوكي. So هاي هو مبدأ تجاويف الجسم والأكياس اللي قسمناها. So this table shows the major cavities. The major cavities هم اللي شرحت لكم ياهم، البطن، الثوراكس اللي هو يعني abdominal cavity، الثوراسيك cavity وما إلى ذلك. الكرينيال كافيتي حكينا تبع الرأس، شو فيه؟ فيه البرين. الفيرتبرال كافيتي فيه بتكون من الفيرتبرال كولوم اللي هو العمود الفقري، وشو جواته؟ جواته السباينال كورد، تمام. الثوراسيك كافيتي اللي هو التجويف الصدري حكينا بتقسم لللنجز البلورال كافيتي، والمسافة ما بينهم بنسميها ميدياستاينم. الميدياستاينم من تحت فيها البيريكارديال كافيتي، ومن فوق بنسميها ميدياستاينم أو سوبيريور ميدياستاينم. والمكونات تبعونها ما مش متأكدة صراحة لو حفظ أو لا، بس افهموهم يعني أشياء بتفيدكم. So thoracic cavity هو chest cavity، التجويف الصدري، فيه الرئتين اللي هو البلورال كافيتي، فيه الهارت بالبيريكارديال كافيتي والميدياستاينم. البلورال كافيتي
كل بلورال كافيتي عندي تو بلورال كافيتيز انا، واحد على اليمين وواحد على اليسار، واحد فيه الرئة اليمين وواحد فيه الرئة اليسار، تمام؟ كل واحد فيهم عنده سراوند لنج، كل واحد فيهم جواته لنج. البيريكارديال كافيتي، البيريكارديال كافيتي انا ما عنديش غير هارت واحد، فعندي بيريكارديال كافيتي واحد فيه الهارت. The serous membrane of the pericardial cavity is the pericardium. هلا منيجي لسيرة serous membranes تنشوها. المهم تعرفوا انه pericardial cavity peri معناها surround يعني around يعني بحاوط الكارديوم اللي هو الهارت. So pericardial cavity. Mediastinum هو central portion of the thorax cavity، هو منتصف التجويف الصدري، هاي التجويف الصدري المنتصف هون هو mediastinum. فيه كتير أعضاء، فيه مثلا الهارت ضمن البيريكارديال كافيتي، فيه الثايمس اللي هي الغدة الزعترية، فيه الإسوفيجس المريء والتيك القصب الهوائية، وفيه كتير لارج بيسل زي الإيورتا زي الانفيريور فينا كيفا، تمام؟ برضو عندي الأبدومينال بلفيك كافيتي اللي هو التجويف البطني والحوض. الأبدومينال كافيتي فيه الأعضاء البطن هنقرأوهم، والبلفيك كافيتي اللي أعضاء الحوض. هلأ خلينا نقرأ هون، بحكي لي انه there are هذول الميجر كافيتيز اللي حكيناهم، في عندي برضو minor كافيتيز اللي هي تجويف صغيرة minor، ما بنحكي عنهم هيك اشياء major بتقسيمة الجسم، هي اشياء minor موجودة ضمن اجهزة الجسم، زي مثلا الاوربيتال. اوربيتال لو تحزلوا شو حكينا قبل شوي، الاوربيتال والاوكيولر يعني eyes، اي شيء له علاقة بالايز بنحكي عنه اوربيتال. سو تجويف العين بنسميه اوربيتال كافيتي، التجويف الانفي داخل الانف بنسميه نيزل كافيتي. Synovial cavity هي الصورة اللي ورجيتكم إياها قبل شوي، هو هاد، هاي synovial cavity اللي هو هذا هون cavity تجويف جاي ما بين العظمتين، ما بصير العظمتين يكونوا ملتصقات ببعض ويحتكوا ببعض، لازم يكون بينهم تجويف فيه سائل، فمنسميه synovial cavity، تمام؟ ما لكم بهاي التركيب كلها، بس بدي أفهم لكم المبدأ إنه أنا بين العظمتين في عندي تجويف منسميه synovial cavity، تمام؟ هلا برضو بحكي لي انه في انا عندي حوالين البرين والسباينال كورد اللي هو الدماغ، سامعين بي هو الغلاف اللي بيحيط في الدماغ والحبل الشوكي او النخاع الشوكي، اشي اسمه سحايا، سحايا الدماغ اللي هو عبارة عن membranes، عبارة عن طبقات، عبارة عن غلاف متكون من ثلاث طبقات، 3 connective tissue membranes، ثلاث اغلفة بتكونوا شو التشو تبعهم، شو النسيج تبعهم، connective tissue نسيج ضام، تمام؟ بنسميهم المينينجيز، مينينجيز يعني السحايا، سحايا الدماغ، هم عبارة عن طبقات الممبرينز أو الأغلفة اللي بيحيطوا بالدماغ اللي هو البرين والسباينال كورد. شو وظيفتهم؟ وظيفتهم protect, separate and support the internal organs. أي غلاف، انت تخيل حالك في غرفة حواليك حيطان، حواليك ممبرينز، حواليك أغلفة، شو وظيفتها؟ وظيفتها تحميك، وظيفتها تفصلك عن الأشياء الثانية، أنت قاعد بغرفتك، شو اللي بيفصلك عن غرفة أخوك، عن غرفة أختك وما إلى ذلك، هي الحيطان اللي حواليك اللي هي الأغلفة، separate and support، بتدعم برضه، يعني مثلا تخيل النخاع الشوكي هيك لحاله، ما فيش حواليه membranes، ما فيش حواليه bones، بيكون ما لهوش شكل، هيك رخو ما إله شكل، so اللي بعطيه دعامة وبعطيه support اللي هو الmembranes اللي حواليه. هلا الاورجانز اللي جوا الثوراسيك كافيتي والابدومينال بلفيك كافيتي، يعني مثلا شو عندي بالثوراسيك كافيتي، عندي الهارت، عندي اللنجز، عندي مثلا بالابدومينال بلفيك كافيتي عندي مثلا الاستومك، المعده، عندي الانتستين، الامعاء، كل هذول بنسميهم الاحشاء، بنسميهم الفيسرا، تمام؟ اي اورجان موجود ضمن الثوراسيك كافيتي او الابدومينال بلفيك كافيتي بنسميه فيسرا، تمام؟ الابدومينال بلفيك كافيتي is separated from the thoracic cavity by the diaphragm. شو الديافرام؟ اللي هو الحجاب الحاجز. انا هون عندي الصوره اللي هون احلى صراحه، هاي عندي هون التجويف الصدري، هون عندي التجويف البطني، شو الفاصل ما بينهم؟ الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز، تمام؟ هلا السيرس ممبرين، السيرس ممبرين هو عباره عن الكيس اللي انا بحطه بالتجويف وبحط فيه الاغراض، كيس، تمام؟ لنعتبر ورشيكم صورة للسيرس ممبرين كيف بتكون عشان نفهمها. هاي السيرس ممبرين، هذا الكيس، تمام؟ الكيس له طبقتين، يعني تخيلوا انه كان زي بالون، تمام؟ وانا اجيت حطيت الاورجان فيه، حطيت الهارت فيه وضغطته، شو صار؟ صار فيه هيك تجويف، تمام؟ وضل هنا فراغ اللي فيه الهواء، ولكن في الجسم رح يكون مش هواء، يعني في حالة البالون رح يكون هون هواء، لا احنا نتخيل انه البالون فيه مي،
هون رح يكون في عندي fluid، رح يكون عندي سائل. So أنا هون البالون تحول عندي ل زي غشاء من طبقتين، محاوط للأورجن، محاوط للعضو. واحد قريب من الأورجن ملزق فيه منسميه visceral membrane، واحد بعيد عن الأورجن لبرا شو منسميه parietal membrane، تمام؟ والفراغ ما بينهم بنسميه الفراغ potential space، وبيكون فيه fluid. طب شو فائدة هذا الاشي؟ شو فائدة يكون عندي فراغ ويكون عندي سائل ويكون عندي طبقتين؟ عشان تسمح للأورجان اللي جواتها يتحرك بحرية. يعني الهارت بيكون عندي عم بتوسع وبنقبض، بتوسع وبنقبض، عشان ما يضل يعمل احتكاك مع الأشياء اللي حواليه، وحتى يكون في عنده سبيس أو يكون عنده مجال إنه يتوسع براحته بدون ما يضايق أشياء حواليه. بنكون حاطين إحنا حواليه هذا البالون اللي هو البيريكارديوم، إحنا سميناه تمام. البيريكارديوم هو السيرس ممبرين تبع الهارت، بيحاوط بالهارت، بيحاوط بالكارديوم. بتكون من visceral pericardium الملاصقة للهارت، والparietal pericardium الأبعد عن الهارت، وفي جواته pericardial cavity أو الكافيتي أو التجويف اللي فيه السائل، بسمح للهارت إنه يتوسع بسهولة بدون ما يصير عندي احتكاك. So السيرس membrane هو عبارة عن membrane that covers the viscera، تمام. أي viscera عندي جوا الثوركس أو جوا الأبدومين في حواليه membrane نسميه سيرس membrane within the thoracic and abdominal cavities. حكينا الأحشاء وين موجودين، بالثوركس أو بالأبدومين. And lines their walls، حكينا إنه الهارت عليه غلاف ملزق فيه اللي هو شو سميناه الغلاف، يعني هو الغلاف ملزق بالهارت، له طبقتين، طبقة ملاصقة فيه inner visceral layer covers the organ وملاصقة فيه سميناها visceral، تمام، inner visceral، اوكي. الاوتر بتكون parietal اللي هي ابعد عن الاورجن، ابعد عن الاورجن، اوكي. line the wall of the thorax، هي بتكون ملزقة بالوول الخارجي. يعني هون مثلا عندي اللنجز، تمام، في لها طبقة من جوا بنسميها الانر فيسيرال بلورا، تمام، الملاصقة لللنج. طبقة تانية ملاصقة للحيط او للقفص الصدري من برا، هاي بنسميها اوتر بارايتال لاير، line the wall of the thoracic cavity and abdominal cavities. in between بين الطبقتين الفيسيرال والبارايتال حكينا عندي فراغ، شو فيه؟ عنده a small amount of fluid for purposes of lubrication، يعني بيعمل بمنع الاحتكاك. serous membrane covers the viscera، serous membrane covers the viscera، اي عضو من الاحشاء في الثوراسك والابدومينال كافيتي اسمه serous membrane. البلورا اللي هو البلورا الغلاف المحيط في الرئتين، البيريكارديوم المحيط في الهارت، البيريتونيوم، اخذتوهم هذول بال محاضرات التيرمز. بيريتونيوم اللي هو اللي جوا البطن، محيط بالأعضاء الموجودة أو الفسر الموجودة في البطن. The importance of serous membrane that it reduces diffraction while the organ functions، حكينا شو وظيفتها عشان تمنع الاحتكاك لما يكون العضو شغال وعم بتحرك. The mediastinum contains all organs of the thorax except the lungs، حكينا الميديستينم هي المنطقة اللي جاي ما بين الرئتين، هون رئة وهون رئة، المنطقة ما بينهم هي الميديستينم. So الميديستينم فيها كل الأورجانز تبعون الصدر ما عدا الرئتين، تمام؟ Within the mediastinum you can find another cavity، يعني هالميديستينم عبارة عن cavity، فيه cavity تاني اللي هو البيريكارديال cavity اللي فيه الهارت، هالشي حكيناها. Abdominal pelvic cavity اللي هو التجويف البطني وتجويف الحوض، فيه الابدومينال cavity، فيه البلفيك cavity تجويف البطن، اللي فيه مثلا الكبد، فيه المعدة، فيه البنكرياس، فيه الأمعاء، فيه المرارة، تمام. عندي برضو البلفيك كافيتي اللي فيه التجويف الحوض، فيه مثلا المثانة البولية، فيه جزء صغير من اللارج انتستين اللي هي الأمعاء الغليظة، في عندي برضو أعضاء الجهاز التناسلي اللي هو internal organ of reproductive system موجودين ضمن البلفيك كافيتي، which are not separated by any barrier and that is why they are referred to as one cavity. ليش اعتبرنا الابدومين والبلفيك كافيتي كافيتي واحد؟ لانه ما في فاصل ما بين الابدومين والبلفيك، ما عندي فاصل ما بين البطن والحوض، مش زي التجويف الصدري والبطني كان في بينهم الحجاب الحاجز، تمام. اما الابدومين والبلفيك كافيتي not separated by any barrier، عشان هيك اعتبرناهم كافيتي واحد. In the abdominal cavity there are some organs that present between the parietal peritoneum and posterior abdomen. Parietal peritoneum هو الطبقة الخارجية للكيس، والposterior abdominal wall هي لجهة الظهر من وراء، تمام. يعني شوفوا هلأ بورجيكم ياها،
عندي أنا هون هذا الكيس البيريتونيوم فيه الأورغنز، شوف كيف محاوط الأورغنز. في عندي هون أعضاء طلع ملامسة للبرايتال لاير تبعت الكيس اللي هي الطبقة الخارجية للكيس، وملاصقة للبوستيرير وول اوف ذا أبدومن. تمام، هاي لا تعتبر جوا الكيس، مش محاطة بالكيس كاملة، فبنسميها ريترو بيريتونيال. ريترو يعني بيهايند، يعني خلف البيريتونيوم جاي. تمام، هاي مو مطالبين فيهم، يعني هن حاطين لك الأمثلة شو هي. هن present behind the parietal peritoneum، بنسميهم retroperitoneal organs زي الكيدنيز، the duodenum of the small intestine, the ascending and descending colon, the abdominal aorta, the inferior vena cava and the adrenal gland. They are not included in the exam. هيك يعني حكت الدكتورة، فما تركزوا انكم تحفظوهم. تمام، هلا لنتخيل انه جسم الانسان انا بدي اطلع عليه من الخارج زي ما انا عم بطلع على الكرة الارضية. الكرة الأرضية أنا بطلع عليها هيك من بعيد من الخارج، طب بدي أعرف أقسمها، بدي أعرف كل بلد وين واقع. تمام، بدي أعرف وين الأردن، وين فلسطين، وين سوريا، وين العراق، فبقسمها لخريطة بحدود. نفس الإشي بدي أعمل في الجسم، بدي أجي أحط حدود وخطوط هنا وأقسمها لمناطق وأعملها زي خريطة عشان أعرف كل منطقة شو بتحتوي. أوكي، هلأ عندي طريقتين لتقسيم الجسم أو لتقسيم اللي هم التجاويف البطني والبطن والحوض، الابدومينو بيلفيك ريجنز، يعني ما منقسم فوق، بس منقسم الابدومين والبلفس اللي هو الحوض والبطن. تمام، يا ما بقسمهم لتسع مناطق، تسع مناطق بحتاج خطين عموديات وخطين أفقيات حتى أقسمهم. تمام، أو بقسمهم لأربع مناطق اللي هو بخط عمودي وخط أفقي. تمام، خلينا نحكيهم على السريع. الخطين العموديات اللي بقسم فيهم الـ 9 regions designation، تقسيمة أحط فيها 9 مناطق، يا إما خطين عموديات شو اسمهم؟ اسمهم mid clavicular lines. شو يعني mid؟ mid يعني منتصف، clavicular اللي هي الكلافيكل. شو الكلافيكل؟ الكلافيكل هي عظمة الترقوة، شوفون عظمة الترقوة هيها هيك، منتصفها أنا قسمتها هيك ونزلت بخط من منتصفها، شو عمل لي؟ mid clavicular line. نفس الإشي اللي على اليسار، هاي مثلاً الرايت، رايت من الكلافيكولر لاين، جيت على الكلافيكل الموجودة على اليسار، نفس الإشي نزلت منها بخط مستقيم، شو عملت؟ من الكلافيكولر لاين، ولكن لفت من الكلافيكولر لاين على جهة اللفت. تمام، سو هاي الخطين العمودية. هلأ الخطين الأفقية، الأول شو اسمه؟ اسمه subcostal line. subcostal line، sub يعني تحت، يعني under، costal اللي هي الربس اللي هي الأضلاع. أنا هون عندي القفص الصدري وفيه هيك ريبس. تمام، نعتبر هون عندي ريبس هيك مقسمة، تحت الريبس هون أنا هيك خلص القفص الصدري، تحته بالضبط عملت خط سميته subcostal. ليش subcostal؟ لأنه تحت الأضلاع. تمام، تحت القفص الصدري، هاي عملت أول خط أفقي. الخط الأفقي الثاني بدي أعمله transtubercular. شو يعني transtubercular؟ trans يعني عبر، يعني بمر عبر التوبركلز. أي التوبركلز؟ هم هدول الموجودين في عظام الحوض، في عندي هيك بروز للعظمة بنسميها تيوبركل، هون تيوبركل وهون تيوبركل، الخط اللي بوصل ما بينهم وبعبر من خلالهم بنسميه الترانس تيوبركولر لاين. سو تيوبركل تيوبركل، الترانس تيوبركولر لاين اللي هو بوصل ما بينهم. سو انا هيك قسمت خطين عموديات اللي هم الرايت والليفت من تيوبركولر لاينز، بعدين خطين افقيات اللي فوق سب كوستال لاين واللي تحت ترانس تيوبركولر تيوبركولر لاين. تمام، هسه المناطق اللي جوا شو بدي اسميها؟ خليني امسح هذول العجقة شوي هيك، فهمتكم كيف قسمناهم. هلا بدي اشوف انا اسماء البلاد، اسماء المناطق، زي ما بدي اسمي سوريا والعراق والاردن وفلسطين، بدي اسمي المناطق هذول. هاي بدي اسميها epigastric region. ليش بدي اسميها epigastric؟ epi يعني فوق، gastric هي المعدة، انا هون جاي عند المعدة فسميتها epigastric region انها جاي فوق المعدة. هون سميتها umbilical region، الامبيليكس اللي هي هون السرة. تمام، umbilical region هي المنطقة اللي واقعة فيها السرة، سميتها umbilical region. البيوبيك ريجن هي المنطقة اللي فيها ال external genitalia أو الأعضاء التناسلية الخارجية. تمام، سميتها البيوبيك ريجن اللي زي منطقة العانة. تمام، هلأ هاي إيش؟ هاي اللي بالمنتصف. هلأ اللي على الجوانب، الإبيغاستريك ريجن اللي على جوانبها شو سميتهم؟ رايت هايبوكوندريك ريجن وليفت هايبوكوندريك ريجن. شو يعني هايبوكوندريك؟ هايبو يعني تحت. تمام، هايبو يعني تحت، كونترياك اللي هي الكارتجز الموجودين في القفص الصدري،
يعني شوفوا القفص الصدري، القفص الصدري فيه غضاريف هدول، تحت هاي الغضاريف منطقة الهايبوكوندريا، تمام؟ So تحت هاي الغضاريف في عندي منطقة الهايبوكوندريا، left and right and left. هاي المنطقة اللي هي زي منطقة الخصر جاي على جوانب الأمبليكال ريجن، شو بنسميها؟ لمبر ريجن، right lumbar region and left lumbar region. هنا عندي منطقة الانجواينال ريجن، انجواينال هي المنطقة اللي بتوصل، هاي المنطقة اللي ما بين البطن والفخذ، هاي المنطقة تمام شو بنسميها؟ بنسميها انجواينال ريجن. في عندي right inguinal region و left inguinal region، تمام؟ سو لو بدي أقرأ إنه nine region designation مين بيستخدمها؟ الاناتومست اللي هم جماعة الاناتومي. This method uses two horizontal and two vertical lines اللي هم الخطوط الأفقية والعمودية اللي قسمنا فيهم. The superior horizontal line اللي هو ال horizontal line، الخط الأفقي اللي لفوق جاي superior up superior، تمام؟ شو سميناه؟ subcostal line اللي هو تحت الكوستال تحت الربز. الانفيرير هوريزنتال اللي هو هذا الخط الانفيرير اللي هو لتحت سفلي وبرضه افقي، شو سميناه؟ ترانس تيوبركيولر، لانه بيمر ما بين التيوبركلز هدول. تو فيرتيكال لاينز اللي هم الميد كلافيكولار لاينز ليفت والرايت، اوكي؟ والتو فيرتيكال لاينز حكينا ليفت اند رايت ميد كلافيكولار لاينز ار درون ثرو ذا ميد بوينتس اوف ذا كلافيكلز، اوكي؟ So we have right and left hypochondriac regions. Hypochondria اللي هي تحت الكوندريا اللي هي الكارتليجز الموجودين في الكوستال في تحت بالربز يعني أو في القفص الصدري، سميناهم right and left hypochondriac regions. وشو عندي بالنص ما بينهم؟ الإبيغاستريك ريجن اللي هي المنطقة اللي جاي فوق المعدة. الرايت والليفت لمبر ريجنز اللي هم المنطقة اللي هم زي الخصر، تمام؟ غالبا بيكون فيهم الكيدنيز يعني ألم الحصاوي تبعون الكلية دائما بتكون في أي منطقة في اللمبر ريجن، يعني بيجي بشكي المريض والله يا دكتور عندي ألم بخاصرتي، فأنا كطبيب كيف بوصف الألم؟ بوصف الألم إنه لمبر بين، لمبر بين يعني بين موجود في اللمبر ريجن اللي هي منطقة الخواصر، تمام؟ left and right، وبالنص ما بينهم منطقة الأمبليكال ريجن اللي فيها السرة. الرايت والليفت انجواينال أو إيلياك ريجن، الانجواينال هي هاي المنطقة حكينا ما بين البطن والفخذ، نسميها إيلياك عشان أنا في عندي هنا جزء من عظام الحوض اسمها إيليوم، فسميناها إيلياك ريجن لأنها جاي عند هاي العظمة، تمام؟ اللي هي جاي بالنص ما بينهم البيوبيك ريجن أو هايبوغاستريك ريجن نسميها، تمام؟ المهم احفظوها أنتو بيوبيك ريجن. إبيغاستريك يعني فوق المعدة هي هون، هايبوغاستريك يعني جاي هون لتحت تحت تحت المعدة، أوكي؟ نوت الدكتورة هيك حكت عن كم عضو اللي هم السيكم والأبندكس. سيكم اللي هو جزء من اللارج انتستين، الأبندكس اللي هي الزايدة وين جايين؟ جايين بالرايت انجواينال ريجن، هاي هون عندي السيكم وعندي الأبندكس متصلة فيه موجودين في الرايت انجواينال ريجن. الأيسندين كولون القولون الصاعد حكينا موجود في جهة الرايت، هاي هون جاي معظمه في منطقة الرايت لمبر ريجن. الديسندين كولون جاي بالعكس على الجهة الثانية باللمبر ريجن ولكن الليفت لمبر ريجن، تمام؟ هلأ الطريقة الثانية لتقسيم الجسم مش 9 مناطق، 4 مناطق بخط أفقي وخط عمودي. الخط الأفقي، الخط العمودي عفوا، بمر في الميد ساجيتال بلين. لو أنتم شطار تذكروا معي شو الميد ساجيتال بلين، اللي هو خط بيكون فيرتيكال بفصل الجسم لرايت وليفت ريجنز أو parts، بس في إشي إحنا سميناه متساجتا لأنه بقسمهم بالتساوي، بالتساوي يعني right و left متساويين تماما. So الخط اللي بمر بالمتساجتا line هو الخط الأول اللي أقسم فيه ل quadrants designation. quadrants يعني رباعي، تمام؟ لأربع أرباع قسمناه، 1 2 3 4، هذا المستوى الديكارتي تبع الرياضيات. الخط الثاني اللي بدي هذا الأفقي شو سميناه؟ ترانس أمبليكال. ليش ترانس أمبليكال؟ إيش بدهم يحكوا؟ شو أنا بدي أقسم الأبدومين من النص، شو عندي بالنص؟ عندي الأمبليكس اللي هي السرة. ترانس يعني يعبر من خلال، ترانس أمبليكال يعني يعبر من خلال السرة. سو هذا الخط بعبر خلال السرة وبقسم للجسم أفقيا. سو هاي نعملت خط أفقي، خط طولي عمودي وخط أفقي، قسمتها لأربع أربع. هاي التقسيمة مين بستخدمها؟ بستخدمها للكلينيشنز. أنا مثلا كطبيب إجاني شخص بحكي لي يا دكتور هذا المريض مثلا عنده حصوة في المرارة، هاد هاي المرارة هون، تمام؟ لو أنتوا بدكم تحذروا البين وين راح يكون؟
البين راح يكون بالرايت ابر كوادرنت. فاحنا بنوصف انه الالم الناتج عن الجول بلادر ستونز او حصاوي الوراره بنحكي انه مكانه في الرايت ابر كوادرنت. فاحنا ككلينيشنز كاطباء في المستشفى بنستخدمه حتى نوصف مكان البين، مكان تيومرز مثلا عندي اورام، مكان اصابه او انجري او اي ذر اب نورماليتي، بنستخدم النظام الرباعي. هاي هون بحكي لي انه الهوريزونتال بلين هذا حكينا انه مررناه بالسره فحكينا انه هو ترانس امبليكال. الطولي حكينا انه بمر بالميد ساجيتال بلين فسميناه ميديان لاين. ميديان يعني هيك خط وسطي بالنص جاي بالضبط. So we have right and left upper quadrants and right and left lower quadrants. Right upper, right lower, left upper and left lower. الابنديسايتس اللي هي الزايدة، الزايدة احنا وين حكينا؟ حكينا موجودة تحت على اليمين، سو موجودة هي بهاي المنطقة، تمام؟ سو وين موجودة؟ في الرايت لوور كوادرانت بين. سو ابنديسايتس اللي هي الانفلاميشن اوف ذا ابندكس از فاوند اون ذا رايت لوور كوادرانت. الشخص اللي بيكون عنده زايدة وبيكون الوجع بشكي بوجع في الرايت لوور كوادرانت، تمام؟ إن شاء الله هيك المحاضرة خلصت. إن شاء الله تكونوا استفدتوا قدر الإمكان، حاولت أبسطها قدر الإمكان عليكم، بعتذر لو كانت طويلة شوي، ولكن هاي محاضرة جدا حتفيدكم لقدام، فكويس إنكم تكونوا حاطينها تماما وتضمنوا أسئلتها في الامتحان. لو عندكم أي سؤال أبدا 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 ما تتردد ترجعوا لي أو أي حدا من زملائي، إن شاء الله راح نكون جاهزين. بدعي لكم يا رب التوفيق والتيسير، وإن شاء الله تكون امتحاناتكم المد موفقة. لسه يعني هي ضايلها فترة، بس شدوا حيلكم وإن شاء الله تكونوا ماشيين منيح، وأي سؤال ما تترددوا ترجعوا لنا مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله.